اهلا بيكم وحلقه جديده من الكابتن. عندنا احداث كتير جدا جدا النهارده هنتكلم فيها. عندنا احداث سواء طبعا اكيد عن وصول النادي الاهلي وصول نادي الزمالك، ولكن الجزء ده يمكن انا هخليه في الجزء الثاني مع نجومنا طبعا نجم النادي الاهلي محمد فضل ونجم نادي الزمالك محمد ابو العلا. هنتكلم فيه عن الفنيات والاهلي والزمالك والوصول للكونفدراليه او دوري الابطال، ولكن عندنا احداث كتير جدا 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 نتكلم فيها. هنحاول نخلي ريتم سريع علشان كل الناس اللي بتتفرج علينا ما تملش. من ضمن الاحداث اللي هنتكلم فيها النهارده هنتكلم على اتحاد الكوره ومشكلته طبعا اللي ظهرت على السطح مؤخرا، وهي الكابتن ايهاب جلال بيطالب بعقده بالكامل. هو راجل ساب المنتخب من اكتر من سنتين ولسه النهارده بيطالب بعقده بالكامل، وهنقول مفاجات كتير جدا جدا فيما يخص الكابتن ايهاب جلال. نفس الشيء هنتكلم على فيتوريا والشرط الجزائي، وفي الوقت الحالي المحامي الخاص بفيتوريا بيطالب بالعقد بالكامل. هنتكلم في كل التفاصيل دي، ولكن بالأمس يمكن شفنا بعض الأخبار اللي تناولها طبعا السوشيال ميديا أو بعض المواقع عن نجمنا طبعا نجم المنتخب المصري عمرو وايدا والمحترف في اليونان. يمكن ناس قالت كلام أني عمرو وايدا كان بيلعب في أحد الأندية هناك اليونانية وحصل نوع من أنواع فسخ التعاقد، والناس كلها بدأت تتكلم على هذا الشأن. ولكن دايما احنا بنحب نشوف الموضوع من المصدر نفسه، يعني نشوف هل فعلا الموضوع فسخ تعاقد ولا الموضوع هو إنهاء تعاقد وده عن عقد وعقد كان باتفاق. طيب تعال نروح لنطير لليونان ومع نجمنا عمرو وايدا. يا عمرو طبعا عشان يوضح الحقيقة، مساء الخير، تحياتي ليك وتحيات أسرة الكابتن كلها ليك. السلام عليكم، ازي حضرتك يا كابتن أحمد؟ يا فقر مصر، والله حضرتك وحشني جدا جدا. أنت كمان وحشني جدا. ومتابع حضرتك والله من اليونان، و يعني حضرتك عارفني من أنا عندي 16 سنة. صحيح. حضرتك شوية كده. صح. ودايما بتمنى لك الخير لحضرتك، لأن حضرتك راجل محترم وتستاهل دايما كل خير. بشكرك طبعا، بشكرك يا عم طبعا. وزي ما انت قلت يمكن انت كنت موهبه كبيره وطلعت معانا وانت عندك 16 سنه. يمكن طبعا انا اسعدني الحظ انك انت وانت 16 سنه تطلع معانا في النادي الاهلي، وكان عندك موهبه كبيره. يعني بغض النظر هنتكلم في كل التفاصيل دي، ولكن عايزين نعرف فين الحقيقه من الاخبار الاخيره طبعا اللي تناولتها بعض المواقع والصحف المصريه وكده عن عقدك مع ناديك طبعا اللي هو انتهى، هو لم يتم الفسخ، هو عقد انتهى لان كانت مده العقد لمده 3 أو 4 شهور. هتوضح كل الكلام ده كله طبعا، يعني حابين ان انت توضح للناس كلها الصوره بالظبط عشان الناس تبقى فاهمه ايه اللي تم بالظبط. والله يا كابتن احمد، انا كان حصل لي الدوبل السمر اللي فات، الصيف اللي فات، ويعني تعبت شويه او كده. ده احنا يعني طبعا انت ممكن ما تكونش بتشوف، بس احنا عايدين دلوقتي العقد بتاعك اهو على الشاشه علشان الناس تبقى فاهمه مده العقد وكان الاتفاق على ايه بالظبط. اتفضل معاك. والله يا كابتن، انا عقدي كان من 31/12 لحد 30/4، يعني انا 30 اللي هو كان من كام يوم بالظبط. والفرقه اللي انا رحتها دي، انا كان حصل لي دروب قبل كده، فانا رحت الفرقه دي عشان ارجع نفسي اكنه ريكفري، وان انا ارجع نفسي تاني. صحيح. لعبت معاهم 16 17 ماتش وجبت 5 اجوال و5 اسيست. صحيح. والفرقه دي كانت بتهبط. مظبوط. في اليونان في حاجه اسمها بلاي اوف، اللي هي اول 6 فرق وفي بلاي اوت. صحيح. فدلوقتي الفرقه دي بقت اول البلاي اوت، بقت السابع دوري اللي هي اول، بقت ما شاء الله المجموعه بتاعت البلاي اوت. حلو. الحمد لله ربنا كرمني، انا خلاص خلصت مع النادي، خلاص عقدي خلص، عشان انا كنت بادي معاهم الفتره دي. فامبارح لقيت حد بيبعت لي بيقول لي إيه تم فسخ كذا. يعني ايه تم فسخ؟ طب انا ممكن طب خلي الناس تعرف الاول ليه، يعني الصفحه الرسميه كاتبه لي ثانك يو حبيبي، شكرا يا حبيبي على كل ما قدمته وكذا كذا واجول واسيست. الناس هناك اليونان، والناس في مصر في مواقع كاتبه تم فسخ العقد، عمرو ورده تعاقد مش عارف مع مين، عمرو ورده تعاقد مع مين ويفسخ في خلال يعني. ده اهو قدامنا احنا البيان دلوقتي الشكري النادي اللي هم عاملينه لك طبعا، بيان شكري ليك على الفتره اللي انت قضيتها في النادي. يعني الناس هنا بتشكر فيا في اليونان، وفي شويه ناس في مصر يعني اللي هو يعني سوري في اللفظ عايزين يخلصوا عليا يعني. ليه؟
يعني انا عايز اعرف، يعني انا دلوقتي بكلم حضرتك، انا بقول لحضرتك يعني حتى اي حد في مصر ممكن يكلم السبورت دايركتور هنا، رئيس النادي، صحيح. اي حد من اليونان من صحيح. الميديا صحيح. ممكن يكلمه اي حد. يعني في مواقع لما بجيب جول ولا اسيست مش بيكتبوا. انت ما شاء الله ايقامك يعني انا شايفها ان هي جيده جدا جدا، ان انت تلعب 16 لقاء تحرز 5 اهداف تساهم في عدد اهداف، فانا شايف الايقامه هي قدامنا على الشاشه، سجلت 5 اهداف، صنعت 4 اهداف، ساهمت في 9 اهداف، لعبت 17 لقاء، فيعني يعني ارقام حلوه كلها، يعني زي ما انت بتقول ان عيب عيب فينا احنا كمان ان احنا ما بنسلطش الضوء على اغلب لاعبتنا المحترفين. اتفضل. يعني يا كابتن، يعني الواحد زمان كان صغير، ومهما الواحد يعني حصل ايه زمان او كان صغير، الواحد دايما بيتعلم من الحاجات. صحيح. انا الحمد لله ربنا كرمني بره وماشي كويس، انا ما بتكلمش مع حد ولا بتكلم في ميديا ولا بتكلم مع اي حد. بس انا لازم اوضح ان 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 انا بقالي 4 5 سنين انا بقول عليك بصراحه، عشان يعني انا حضرتك عارف انا بحب حضرتك قد ايه وواثق فيك. انا نفسي ارجع منتخب. انا 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 واحد قاعد بره كل الفتره دي، بعد الدروبس اللي هو اللي حصلت لي من فتره، كان واحد غيري يبطل كوره. صحيح. انا 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 الحمد لله رجعت نفسي، وانا انا في الاربع خمس شهور دول اخدت 2 احسن لاعب في الشهر في الدوري. حلو. 2 احسن لاعب في الشهر، دي حاجه كويسه طبعا. بس انا ما ببعتش اي حد عشان يكتب عليا ويكتب عليا. طيب ما هو طب خليني هتناقش معاك طبعا عمرو، انت عارف طبعا زي ما انت بتقول ان انا من الناس اللي بعزها جدا جدا جدا، بس في الاول وفي الاخر انت قصيت في حق نفسك، يعني انت وانت بتعترف بدايه، يعني انت بتقول ان انا طبعًا في وقت من الاوقات قصيت في حق طبعًا نفسي. انا كان حواليا من 4 5 سنين، انا كان حواليا ناس مش كويسه. ناس كانت بتقعد تلعب في دماغي. انا يعني الواحد لما يعترف والواحد بيتعلم من الغلط. صحيح. انا بعدت عن كل الناس دي زمان، عشان الناس دي كانت عايزاني عشان خاطر يعني مصالح، ولا بيحبوني ولا اي حاجه. أي. بس كانوا عايزيني كده مصالح وخلاص. انا بعدت عن الناس دي الحمد لله، وبدات مركز في الكوره، والحمد لله ربنا كرمني. انا بقالي 10 سنين في اليونان. انا دلوقتي داخل على 10 سنين في اليونان، الحمد لله ربنا كرمني. صحيح. والناس هنا في اليونان ما حدش بيكتب عليا حاجه وحشه. طيب خليني اقول ان يمكن الناس دايما بتدور زي ما انت بتقول، الناس دايما بتدور على الحاجات اللي هي فيها لغط، فيها ازمات، ما بتدورش على الحاجه الكويسه. يعني انا ممكن ادور على الحاجه اللي هي تثير الجدل، وفي نفس الوقت كمان ادور على الحاجه الكويسه، يعني اديك حقك، وفي نفس الوقت لو في خطا انا ابرزه، ده ما فيش فيه مشكله خالص. ما هو يا كابتن المواقع في مصر مش مداني حتى لما بجيب جولز واسيست. تمام. محدش بيكتب حاجه والله العظيم يا كابتن، محدش بيكتب حاجه. طيب انا بتناقش معاك، لان انت من اللعيبه، انا زي ما بقول لك انت موهبه، يعني انا من وانت سنك صغير كنت موجود معانا، حسيت ان انت عندك موهبه كبيره، ولكن يمكن انت قصرت في حق نفسك. بس خليني برضو اخدك واقول لك، انت السنه دي مثلا انت جيت فايكو لعبت مباراه واحده وبعد كده مشيت، انت بعد كده رحت ايران كان عندك مشكله، انت رحت المغرب كان عندك مشكله. يا كابتن انا ممكن اوضح؟ طبعا انا جايبك عشان توضح. انا ما روحتش ايران ولا عمري ما دوتش ايران، عشان الناس بقى عشان الناس كتبت كده. اي مظبوط. ولا عمري رحت ايران وقبرص، انا ما روحتش قبرص. اي بيقول لك انا ما دوتش قبرص ومشيت. طب يا كابتن هو في حد يمضي 3 4 انديه في الفيفا عادي هيخلوه يلعب؟ انا عايزك توضح عشان الناس تبقى فاهمه الكلام. والله العظيم ولا رحت ايران ولا مضيتهم ولا اصلا اعرفهم ولا شفتهم. اي بس هم الناس كانوا عايزيني وعمالين بيكلموا بقى الناس كلها ووكلاء اعمال، وكلموا حتى والدي وكلموا الناس كلها عشان يجيبوني. ولا رحت ايران. أي. ولا رحت الفريق اللي هو الاوبروسي ده. انا لما جيت فاركو الناس وقفوا جنبي، بس انا ما قدرتش اقعد في مصر. أي. انا ما عرفتش اقعد في مصر بعد فتره. والناس احترموني وكل حاجه وانا مشيت. ولما مشيت ربنا كرمني الحمد لله، رجعت اليونان والحمد لله ربنا كرمني. طيب بس ما فيش بقى ولا ايران ولا امبارح لقيت في الجول كاتبين عمرو ورده يمضي مع ايران ويمشي، يمضي مع دوخته ويمشي، يمشي مش عارف ايه ويمشي. اي ما انت اللي حطيت نفسك في اللغط ده كله. طيب خليني طب يا كابتن احمد، انا حطيت نفسي ازاي في الموقف ده؟ هم بيقولوا ايران، انا ما اعرفش، عمري ما رحتها ولا 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 كلمت مع حد. مهم 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 يا عم ان التواصل يكون موجود، لان انا شايف ان لعيب الكوره مش بس ان هو يكون لعيب
عنده موهبه داخل الملعب فقط لا غير، لا هو كمان لازم يستخدم موهبته دي كمان خارج الملعب في التواصل، على الاقل انت بتوضح للناس، لاني في الاول وفي الاخر المتلقي ما لا ما انا هقول لك يعني اللي بيسمع ده مثلا بيسمعنا احنا طلعنا قلنا اي حاجه، لو انت ما طلعتش دافعت عن نفسك او انت طلعت وضحت فانت هنا ممكن بتسيب الناس يعني ايه تصدق. انما احنا هنا يعني طبعا احنا يعني مبسوطين جدا جدا ان انت معانا وان انت بتوضح لينا. انا ما وضحتش لحد من امبارح والله يا كابتن. انا عايزك بس توضح العقد بتاعك كان مدته قد ايه، يعني انت لحد قلت لحد 30/4 خمس شهور فقط لا غير. طيب تمام فقط لا غير. والناس منزلني الناس هنا منزلني ببيان شكر والجمهور كله بيشكر فيا حتى في اليونان كلها ورده والارقام بتاعتك بتقول كده، يعني الاحصائيات بتاعتك بتقول كده، المشاركات يعني بتاعتك. هو في حد يجيب 5 جول وخمسه اسيست ياخد مارتين احسن لاعب في الشهر؟ مظبوط. وهيتاخد عقده معاه ليه؟ صحيح. ما هو طب الكلام ده مثلا لو انا عامل مشكله، لو عامل اي حاجه. طيب انت 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 انا بس انا عشان بس يعني يبقى ندي لكل واحد حقه، انت بتقول في ناس عايزه تخلص عليا وفي ناس لا، بالعكس انا شايف اني يمكن انت تم تدعيمك بشكل كبير جدا في 2019 فتره المنتخب طبعا، حتى اللعيبه كلها كانت واقفه جنبك وقتها، وحتى الجمهور لما انت نزلت الناس برضو بالعكس استقبلوك بشكل كويس. يعني انا مش شايف ان يعني كلمه ان الناس عايزه تخلص عليا، بالعكس يعني في ناس يا كابتن مين زي مين يعني زي مين مثلا انا والله فعليه مع حضرتك في ناس في مواقع انا غير ذكر اسماء ايه يقعدوا يبعتوا لي احنا عايزين نعمل معاك حوار عايزين نعرف نعمل ايه قلت لهم معلش انا مش هينفع اتكلم دلوقتي او ثاني يوم منزلين خبر عليا مش كويس. ما يا كابتن احمد حضرتك دلوقتي بتكلمني عشان دي مصداقيه صحيح وانا دلوقتي بني ادم وانا بوضح لحضرتك انا بقالي 4-5 سنين نفسي ارجع المنتخب. صحيح. طيب على ذكر المنتخب وتوضيحك على ذكر المنتخب وتوضيحك طبعا اكيد رجوعك المنتخب ده هتطلب منك انك انت على الاقل في نادي في استقرار. هعرف منك طبعا انت الواجهه بتاعتك اللي جايه هتكون ايه، ولكن خليني اسالك انت نفسك انك انت ترجع للمنتخب، وانا قلت لك قبل كده ان حصل دعم كبير جدا جدا في 2019 ليك، وكان يعني على راسهم طبعا محمد صلاح وقتها، وكان يعني يعني خليني اني واقف معاك وقفه كبيره جدا جدا جدا، وانا عارف اغلب التفاصيل اللي كانت موجوده اثناء المعسكر في الوقت ده. في تواصل بينك وبين صلاح؟ يعني في تواصل بينك وبين صلاح ولا الدنيا ايه بينكم وبين بعض؟ بنسأل على بعض كل فترة وما فيش أي مشكلة بس مش زي الأول، بس أنا مع تواصل مع اللعيبة بتاع المنتخب ومع تريزيجيه ومع حجازي ومع كل الناس. بس أنا دلوقتي يعني معلش يا كابتن أحمد دلوقتي مثلا واحد مثلا غلط يعني شوف بنزيما مثلا فالبوينا أي حد صحيح صحيح الناس دي كلها بتغلط صحيح. اي حد بيغلط بس صحيح. بس ربنا بيسامح. عندك حق طبعا عندك حق بس ربنا بيسامح. ما هو احنا ما عملناش ايه يا جماعه يعني ربنا بيسامح ان الله غفور رحيم. صحيح. يعني انا واحد غيري كان بطل كوره. خلينا نتكلم بصراحه. مظبوط مظبوط. طيب خليني اقول لك ان زي ما انت قلت زي ما انت قلت الناس كلها طبعا اكيد 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 بتحبك والناس كلها اكيد مسامحاك، بس انت بتتكلم على الاسماء اللي انت اتكلمت عليها دي مع ذلك مشاكلها الخارجيه، انما هي طول الوقت اجتهدت وبتجتهد في انديتها وبتحقق نجاحات. انت برضه غبت فتره طويله يعني تنقل ما بين انديه عدم انا غبت 3 شهور بس انا 3 شهور في الصيف اي حد يا كابتن بيحصل له وقعه. صحيح. اي حد بيحصل له تراب. انا الدروب جالي اللي هو جالي فتره ما كنتش كويس فيها جالي دروب بس الحمد لله لحقت نفسي ورجعت وبالارقام رجعت ما رجعتش العب وخلاص. عندك انت لعبت 163 ماتش ساهمت في 64 جون جبت 37 هدف صنعت 27 يعني ارقام كلها كويسه في الدوري اليوناني. بالظبط. طيب هل انت مكمل في الدوري اليوناني؟ والله يا كابتن انا ما اعرفش دلوقتي بس انا عندي عروض عندي عروض حتى في تركيا في عروض. اهم حاجه ان انا حافظ المكان من بره. انت لو عندك عروض في تركيا انا اساعدك يعني بعلاقات اللي هناك لو انت في اي حاجه وكده يعني طبعا اكيد احنا اكيد نقف جنب اي حد لان في الاول وفي الاخر زي ما انت قلت انت طموحك انك انت ترجع المنتخب وده حق مشروع وانت لعيب من اللعيبه الجيدين اللي يستفيد بيهم المنتخب. طيب حصل اي تواصل معاك من الجهاز الفني للمنتخب؟
لا 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 او انت بصراحه تواصلت يا معايا كابتن ده. حد من الجهاز الفني؟ انا حاولت اتواصل، انا حاولت اتواصل طبعا، بس طبعا يعني ما حدش رد. بس انا اتمرنت مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم. حاولت تتواصل مع مين؟ انا اتمرنت معاهم. انا رحت الاتحاد سنه اعاره وانا صغير قبل ما صحيح. احترف، واتمرنت مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم، وكان موجود كابتن وليد بدر وكابتن طارق سليمان. فالناس محترمه جدا وفيها في شغلها، وانا بضهرهم سواء انا موجود او انا مش موجود. صحيح. عشان انا واحد كنت في المنتخب في يوم من الايام، والناس اللي هي موجوده دلوقتي كان كده فيها ما كانتش موجوده. انا بتمنى الخير لاي حد في المنتخب. طيب. انا مش من النوع اللي هو بنفسن ولا لا ده يروح ليه وما يروحش ليه، لا ده بتاع حقي. لا، اكيد. ربنا كاتب لكل واحد حاجه. اكيد اكيد. طيب انت حاولت تتواصل مع مين؟ يعني مع كابتن ابراهيم، مع وليد، مع كابتن طارق سليمان؟ انا حاولت اتواصل مع كابتن ابراهيم وكابتن، طبعا هم عارفيني من وانا صغير، بس صحيح. بس يعني انا عايزهم بس يثقوا فيا، يعني عشان انا يعني حتى مع مستر كوبر انا عمري في حياتي ما لعبت في مركزي. فاكر يا استاذ احمد، عمري ما لعبت في مركزي مع صحيح. مستر كوبر. كان بيحطني هنا كنت بلعب، كان بيحطني هنا كنت بلعب، عشان انا بحب المنتخب جدا والله العظيم. انا كان عندي فرصه قبل ما العب كاس افريقيا 2017 ان انا اخد الباسبور اليوناني والعب في المنتخب اليوناني، عشان ما كنتش لسه لعبت مع المنتخب. ايوه. بس انا عمري في حياتي ما افكر في حاجه زي دي. بس انا فعلا بحب المنتخب. طيب يعني انت تواصلت معاهم عن طريق المسج واتساب ولا تليفون ولا كلمتهم ولا عن طريق الواتساب؟ عن طريق حصل الواتساب. اي رد ولا ما حصلش اي رد؟ انا كنت سالت على كابتن حسام من اسبوعين، ازاي حضرتك عامل ايه؟ يعني كابتن حسام محترم جدا طبعا، رد عليا وايه الاخبار. اكيد. بس يعني انا عارف طبعا هم بيشوفوا كل الناس وبيشوفوا وعندهم سكاوتر وعندهم كل حاجه. صحيح. انا نفسي يعني كل واحد يستاهل فرصه. ان شاء الله باذن الله انت تشد حيلك، انت تشد حيلك ان شاء الله باذن نفسي. الله والفرصه تجيلك. وكان مهم التوضيح ده. الجزئيه بقى الاهم، الجزئيه الاهم بقى وهي الجزئيه العائليه، لان الاستقرار ده مهم. احنا نبارك لك ولا هنبارك لك قريب ولا الدنيا ايه بقى؟ والله العظيم ده كان المفروض تبارك لي من فتره، بقالي 10 شهور والله العظيم. الف مبروك. انا سمعت كمان اني من شمال افريقيا جزائريه 3 ساعات من مصر. قلت قلت تريح دماغك من المصريين وكده، يعني تاخدها. طيب المدام جزائريه ولا مغربيه ولا تونسيه؟ جزائريه. يلا. طب انت، انا شايف ان الموضوع ده ممكن يحقق لك الاستقرار طبعا اللي انت اكيد بتدور عليه. طبعا طبعا طبعا. يعني انا مبسوط جدا ومستقر ومرتاح حتى نفسيا. ويعني الواحد لما يكون قريب من ربنا، يعني ربنا بيكرم، يعني الحمد لله. والواحد لما بيتعلم من اخطاء زمان، صحيح، يعني اهم حاجه ان الواحد يتعلم. صحيح. يقعد يقول لك يا ريتني ومش يا ريتني. لا صحيح. انا عندي دلوقتي 30 سنه لسه قدامك، لسه قدامك استقرار ان شاء الله شويه، لسه قدامك شويه كويسين. يعني انت لو حطيت الموضوع بشكل جدي والاستقرار طبعا الاسري ده، تلعب لك 5 6 7 سنين مرتاح. طيب عندي سؤال مهم جدا بمناسبه انك انت بتقول انا بتعلم وندمت على اللي حصل قبل كده. هل ندمت في 2017 لما طلبك النادي الاهلي وبالتحديد الكابتن حسام بدري وما رضيتش ترجع؟ والله يا كابتن احمد، كابتن حسام بدري كان معايا، كان مدربي في المنتخب الاولمبي. صحيح. والنادي الاهلي انا متربي فيه، فالموضوع بالنسبه لي كان صعب. انا ما رحتش نادي ثاني في مصر ولا رجعت على نادي ثاني في مصر. بس طبعا هم يعني هم حتى قدروا الموقف، عشان انا عشان طلعت بره، معظم انت حضرتك عارف معظم المحترفين في اخر سنين كانوا بيطلعوا بره. صحيح. وكانوا بيرجعوا على طول. ايوه. فانا ما كنتش عايز كده. انا كنت طالع عشان هدف. حضرتك كنت عارف انا اول ما طلعت كان عندي هوم سيكنس غير طبيعي، ومش عارف اقعد بره مصر، وكان الموضوع صعب بالنسبه لي. أيه. الحمد لله تاني سنه ربنا كرمني، رحت المنتخب ولعبت كاس افريقيا. بعديها سنه لعبت كاس عالم الحمد لله. فالواحد لما بيتعب يعني ربنا بيديله. بس طبعا النادي الاهلي بيتي وفوق دماغي، يعني ما ينفعش بقى لحد. ما ينفعش بقى لحد من النادي الاهلي طبعا خالص، يعني ولا اقدر اقول لهم لا على حاجه، غير ان انا بس ان انا اكون بره مصر. انك انت تكمل رحله الاحتراف بتاعتك اللي انت طبعا اكيد بتحلم بيها. طبعا 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 يا كابتن. عندك طبعاً. اي حاجه تانية حابب تقولها؟ والله يا كابتن انا عايز اقول يعني الناس يعني تبقى جنبي،
صحيح. يعني طالما الواحد اصل كلنا بنغلط، اللي بي حتى اللي بيكتب وحش او بيكتب حلو برضه بيغلط. اكيد اكيد اكيد، بس ربنا ساتر. اكيد اكيد طبعا. فالناس تبقى جنبي، وانا والله انا اوعدكم ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله ان انا هكسر الدنيا في الملعب، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله رجعت المنتخب. انا تحت امر المنتخب في اي وقت في اي مركز، انا بموت نفسي في الملعب عشان اللي بيتعب وبيموت نفسه ربنا مش بينسى حد. نصيحتي ليك انك انت التحدي دلوقتي مش انك انت تثبت للناس، انك انت تثبت لنفسك يا عمر انك انت قادر، وانك انت ترجع تاني وترجع تاني للمنتخب. التحدي ده مع نفسك في الوقت الحالي، انت مش محتاج تثبت لحد، لان انت لو مشيت بشكل كويس هتجبر الناس كلها انها تتكلم عليك بشكل كويس. فكل التوفيق ليك طبعا، وكنت سعيد جدا جدا ان انت كنت موجود معانا، وانك انت توضح للناس كلها الصوره، لان انت عندك موهبه كبيره. نتمنى ان شاء الله ان انت تكون استفدت من الدروس الماضيه، واللي جاي ان شاء الله يكون احسن بالنسبه لك بمشيئه الرحمن. يا رب. وانا مبسوط ان انا سمعت حضرتك حبيب. وان شاء الله اشوف دراك على خير قريب ان شاء الله لما اجي مصر باذن الله. ان شاء الله باذن الله تنورنا طبعا. هبقى ضيف عندك ان شاء الله. يلا، ده انت تنورنا وتشرفنا حبيبي. ده كان طبعا التوضيح من نجمنا عمرو واده طبعا، لان هو كان يمكن لما تواصلنا معاه في اي الاعداد ودايوس تواصل معاه وكده، هو كان حزين شويه، بيقول الناس حتى ما بتسالش، ما بتفكرش ان هي تسال. الناس قالت فسخ تعاقد، والناس كتبت واساءت ليا وكده، في حين ان لو كان حد سال كان عارف الموضوع ايه والكلام ده وكده. ان هو طبعا وضح الصوره، وده حقه ان هو كان يوضح، وحق مشروع ليه كمان ان هو يجي على المنتخب وطلب حاجه مهمه. يعني زي ما قال، يعني كلنا بنغلط، يعني ما فيش حد ما بيغلطش، فالناس ما تبقاش يعني قاسيه زياده عن اللزوم. وراجل بيعترف ان هو اخطا، وبيعترف ان هو نادم على الاخطاء اللي هو اخطاها، ان شاء الله ربنا يوفقه فيما هو قادم بمشيئه الرحمن. طيب، يمكن احنا قلنا عايزين يبقى اللقاء سريع بتاعنا شويه، لان في احداث كتير طبعا. هنروح لاتحاد الكوره ونتكلم على كابتن ايهاب جلال، بيشكو اتحاد الكوره وبيطالب بعقده بالكامل. خليني بقى هشرح لكم القصه كده بالنسبه للكابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال كلنا عارفين ان قبل تولي مسؤوليه منتخب مصر هو كان المدير الفني لنادي بيراميدز، وكان ماشي معاهم بشكل كويس، وكان محقق وقتها في المركز الاول مع بيراميدز، وماشي بخطوات ثابته مع الفريق، وكان عنده استقرار، ما عندوش اي مشكله خالص. وقتها جه الاتحاد المصري لكره القدم، وعارفين وقتها طبعا ان طلع الكابتن حازم امام قال المدير الفني اجنبي، وتاني يوم شفنا الاستاذ جمال علام طلع على احد القنوات التانية وقال ان تم التعاقد مع الكابتن ايهاب جلال، وكان هنا في تضارب في الاختيار وكده. وتولى الكابتن ايهاب جلال المهمه ومع منتخب مصر، وراجل ما لحقش بصراحه، يعني هو تولى مهمه لمده شهرين فقط لا غير. لعب ماتشين، وخلينا اقول ان الكابتن ايهاب جلال في خلال الشهرين دول، وده على مسؤوليه، الكلام ده على مسؤوليتنا، على مسؤوليه الكابتن، ان هو لم يتقاضى اي مليم من الاتحاد المصري لكره القدم. يعني الراجل عمل عقد واشتغل ولم يتقاضى اي مليم حتى الان. يعني الراجل اشتغل شهرين، حتى الشهرين المرتب بتاع الشهرين هو ما خدهمش، ودي علامه استفهام. طب انت عندك مدير فني كان شغال، المفروض ان هو ياخد المرتب بتاعه. لا، ما كانش بياخد المرتب بتاعه، لم يتقاضى اي مليم. سالنا طبعا وكيله الكابتن تامر النحاس، اكد لنا الكلام ان هو لم يتقاضى اي مليم من الاتحاد المصري لكره القدم. كابتن ايهاب جلال لعب مباراتين ومباراه وديه، وتم فسخ التعاقد. حصل نوع من انواع التواصل، اللي هو التواصل الودي، ان الراجل هياخد، لان ما كانش فيه شروط جزائيه في العقد. الشروط الجزائيه اللي كانت موجوده كالاتي: في حاله عدم وصوله لكاس الامم الافريقيه، في حالة عدم وصوله لكأس العالم، في حالة عدم تحقيقه لكأس الأمم الأفريقية. فبالتالي الشروط دي هي اللي كان من حق الاتحاد المصري لكرة القدم ان هو يفسخ التعاقد بدون دفع أي شروط جزائية، وما كانش يعني فيه أي شروط جزائية، بس الـ 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 الشروط دي هي اللي يفسخ فيها الاتحاد المصري لكرة القدم. اللي حصل بعد كده إيه؟ إن الكابتن إيهاب جلال لعب ثلاث ماتشات، اثنين رسمي وواحد ودي. مش هتكلم على الودي، هتكلم على الاثنين رسمي. فاز في لقاء وهزم في لقاء، وبعد كده تم فسخ التعاقد. طب الراجل هل هنا هو ما وصلش لكاس الامم الافريقيه؟ ما كانش لسه باين، لاني اعتقد ان كان كل واحد من
الفرق اللي موجوده في المجموعه، لو موجوده يا جماعه المجموعه والنقاط اللي كانت موجوده، كل فرقه كان عندها 3 نقاط، يعني معنى ذلك لسه فاضل 5 لقاءات او فاضل 4 لقاءات ب 12 نقطه، كان ممكن الراجل يوصل. فهنا الفسخ غير قانوني، لان انت فسخت معاه، انت بتقول في حاله عدم الوصول، ولسه ما بانش اذا كان وصل ولا ما وصلش. الاتفاق اللي كان تم مع كابتن ايهاب جلال الودي بعد رحيله مع وكيله ان هيتم التسويه معاه بشكل ودي من 4 ل6 شهور. سنتين لحد دلوقتي ما حصلش اي حاجه خالص. ايه اللي حصل؟ حصل ان تقدم كابتن ايهاب جلال للجنه التظلمات بان بيطالب عقده بالكامل. يطلب عقده بالكامل لان الفسخ هنا تم من اتحاد الكوره بدون اسباب من طرف واحد، فبالتالي هنا لازم ياخد عقده بالكامل. كام بقى عقد الكابتن ايهاب جلال؟ اعتقد ان في حاله لو هو تم ليه ان هو ياخد عقده بالكامل فهياخد فوق ال 25 مليون جنيه تقريبا قيمه عقده لمده موسمين. دي من ضمن طبعا يعني من ضمن نجاحات اتحاد الكره المصري لكره القدم. خليني اقول حاجه، طب انت راجل مشيته، طب اديله الشهرين بتوعه اللي هو اشتغل بيهم، وبعد كده ابدا سوي معاه. انت راجل اديت له حمايه، انت راجل اقلته وهو راكب الطياره قبل ما يروح يلعب الماتش اللي هو طبعا ماتش كوره، انت راجل اهنته اكبر اهانه، ومع ذلك انت كمان ما اديتلوش حقه اللي هو اشتغل بيه. فانا اعتقد ان كابتن ايهاب جلال لما ما لقاش اي تواصل خالص فلجا طبعا ان هو يطلب قيمه عقده بالكامل، وفي الحاله دي الفسخ طالما تم من طرف واحد هنا يحق ليه ان هو ياخد عقده بالكامل. هنشوف ايه اللي هيحصل في الفترات اللي جايه، ده اللي هنشوفه خلال الفترات اللي جايه. خلينا ندخل بقى على مشكله فيتوريا. وطبعا كلنا عارفين قصه الفصله، والفصله دي اعتقد انها تبقى اغلى فصله في تاريخ كره القدم في العالم. فصله قد تكلف الاتحاد المصري لكره القدم حوالي 300 مليون جنيه. ليه بقى؟ تعالوا برضه نحكي الحكايه كده سريعا. قصه فيتوريا طبعا احنا عارفين كلنا ان راجل ان لما ما نجحش مع المنتخب في كاس الامم الافريقيه، فالراجل طبعا قعد معاه جلسه، انا مش عايز اطول في الموضوع لان اتحكى من كل الزملاء في اغلب القنوات، ولكن المستجدات اني بعد ما خلص كاس الامم الافريقيه، وكالعاده طبعا ان احنا كلنا بنيجي بنشوف راي العام طالب ايه، فكان طبعا الشائع مش قابل ان فيتوريا يكمل، وبالتالي حصل نوع من انواع الجلسات مع المدير الفني لمنتخب مصر، واني خلاص احنا ننهي العقد بالتراضي، وانك انت تاخد الشرط الجزائي بتاعك اللي هو 3 شهور، هو ما كانش موجود على فكره. توضيحا، الشرط الجزائي هنا كان موجود اني انا افسخ قبل كاس الامم الافريقيه، بعد كاس الامم الافريقيه مش من حق الاتحاد ان هو يفسخ العقد. قبل كاس الامم الافريقيه. فبالتالي قعدوا وحصل نوع من انواع الترضيه وحصل نوع من انواع التسويه وخلاص، والراجل اتكل على الله ومشي، واتفق مع المدير التنفيذي وقتها للاتحاد المصري لكره القدم وليد العطار اني انا هبعت لكم صيغه عقد بالتراضي علشان توافقوا عليها وتبعتوا لي الفلوس بتاعتي، وانتهى الموضوع على كده ونخلص على كده وخلاص، وكل واحد ايه يروح لحاله زي ما بيقول. الراجل راح بعد اسبوع بعت لهم صيغه العقد، ولكن طبعا لما شافوا صيغه العقد الفصله بقى اللي احنا بنتكلم عليها واللي اتكلم عليها طبعا الاستاذ جمال علام، اني لا ده في يعني الشؤون القانونيه بقى داخل اتحاد الكوره، الشؤون القانونيه حد قانوني بره اتحاد الكوره قال لك لا ده في فصله هنا، والفصله دي من حقنا ان احنا نفسخ التعاقد بدون ان احنا ندي للراجل اي حاجه. وبناء على التصريحات دي في محامي لفيتوريا، فالراجل مسك هنا قال لك لا طالما انت فسخت معايا العقد بدون سبب يبقى من حقي ان انا طالب عقدي بالكامل، اخد عقدي بالكامل. بيحصل نوع من انواع التواصل طبعا مع فيتوريا في الوقت الحالي، كان الراجل فيه تواصل، دلوقتي ما فيش تواصل خالص معاه، تواصل مع المحامي المسؤول عن طبعا المدير الفني لمنتخب مصر السابق فيتوريا. الراجل في الوقت الحالي قال لك لا انتوا بناء بقى على اللي انتوا بتقولوه اني الفسخ قبل كاس الامم يحق لكم الفسخ قبل كاس الامم بس، فبناء عليه انتوا اللي فسختوا معانا بعد كاس الامم، فبناء عليه انا من حق ان انا اخد العقد بتاعي كامل. طبعا لما رجعنا سالنا بعض القانونيين في اتحاد الكوره وكده قال لك لا ما احنا العقد ما فيهوش، عشان نقول برضه الطرفين وكده،
العقد ما فيهوش شرط ان احنا نفسخ بعد كذا يوم، فمن حقنا نفسخ في اي وقت في اي وقت. فالفيصل هنا دلوقتي هو راجل هيقدم شكوى في الاتحاد الدولي لو ما الموضوع ما اتحلش، لو الموضوع ما اتحلش لان كان تم الاتفاق. طب ما انا مش عارف، طب ما هو من الاول لو انت مش عايز تدفع كنت راجع العقد بشكل كويس وما تتفقش مع الراجل وتقول له انا مش هدفع لك لان انت مالكش عندي وانا من حقي ان نفسخ. انت اتفقت معاه ليه وخليته سافر من مصر ليه وانت متفق معاه؟ ورجعت للشباب والرياضه واكد لك انك انت ادي للراجل مستحقاته اللي هي الثلاث شهور، فبناء عليه بدات طبعا تحصل القصه دي، والمحامي متعنت بشكل شديد وفي تواصل طبعا مع المحامي ان الراجل دلوقتي في الوقت الحالي الاتحاد المصري عايز يبعت الثلاث شهور وهو اللي هم 420 الف دولار، والراجل بيقول لك انا عايز عقدي بالكامل، او الراجل ممكن يقدم شكوى علشان يطلب العقد بالكامل اللي هو قيمته 4 مليون و600 الف دولار، لان فيتوريا كان ماضي عقد اربع سنين مع الاتحاد المصري لكره القدم. فالفصله دي اللي انا قلت عليها دي هي دي قد تتسبب في ان احنا ندفع 4 مليون و600 الف دولار. طبعا اتمنى ان الموضوع يتم حله، واتمنى ان يحصل تواصل مع فيتوريا. هو طبعا الراجل رافض يتواصل مع اي حد خالص، هو طبعا خلاص صدر المحامي في الوقت الحالي، ولكن دايما انا اتمنى ان الناس يا اما تراجع عقود كويس يا اما تعمل عقود كويس علشان ما نجيش نتحط في المواقف اللي زي دي احط فيها بنود ان انت ما حققتش انك انت مثلا تحطني في المربع الذهبي في كاس الامم الافريقيه من حق ان نفسخ. ده مش موجود في عقد فيتوريا على فكره، ده ما كانش موجود ان انا النهارده لو ما حققتليش كاس الامم الافريقيه انا من حق ان انا افسخ. النهارده انت ما وصلتنيش كاس، لازم احط شروط، انما يبقى في شرط واحد بس ان انا من حق ان انا افسخ قبل كاس الامم الافريقيه. مساله يعني بصراحه شيء يحزن، يعني شيء يحزن، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان ما تكونش الغرامه الكبيره هي اللي تيجي علينا كاتحاد مصر لكره القدم، واتمنى ان العقلاء يتدخلوا علشان الراجل ياخد 420 الف يورو بتاعته اللي اتفق عليها، لان هنا تم الاتفاق عليها. طالما تم الاتفاق عليها يبقى خلاص، يبقى ادي الراجل. اما انت اتفقت معاه ليه؟ بعد كده انت بتبدا تدور بقى على ثغرات في العقد، طب ما كنتش اتفقت معاه من الاول. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفصله دي ما تكلفناش 300 مليون جنيه مصري، احنا مش ناقصين يعني. دي كانت قصة طبعا فيتوريا، واللي هنشوفها خلال الأيام اللي جاية هيتم حلها ازاي. وطبعا يمكن فريق الإعداد طبعا الأستاذ أحمد دريش، لو في حد من اتحاد الكورة عايز يدخل يوضح، مدير التنفيذي أو أي حد من اتحاد الكورة هتهولنا طبعا على الهاتف. طيب دي من ضمن الكلام على اتحاد الكورة، اتكلمنا على كابتن إيهاب جلال واتكلمنا على طبعا فيتوريا، الاثنين المديرين الفنيين طبعا اخر اثنين مديرين فنيين بالنسبه للمنتخب، او كان في النص كده كان كروش جه شويه. طيب خلينا نروح لتكيس المدير الفني لنادي بيراميدز. وتكيس كان متقدم بشكوى ضد نادي بيراميدز، الشكوى بقالها اكتر من سنه في الوقت الحالي. راجل مقدم شكوى اكتر من سنه في الوقت الحالي ان هو طالب بمستحقاته الماليه، و طبعا المحامي او المستشار القانوني الخاص بتكيس او جونياس تكيس طبعا المدير الفني السابق لبيراميدز، كنا تواصلنا معاه طبعا، وهو المستشار الجليل طبعا جميل سعيد، تواصلنا معاه وعشان نعرف ايه الموضوع وايه القصه وليه اتحاد الكوره حتى الان لم يبت في الامر والكلام ده وكده. برضه لما اتكلمنا دي يمكن حصري لينا، دي الشكوى اللي تقدم بيها المستشار القانوني لتكيس جونياس طبعا، بيطالب بحقه او بيطالب بالشرط الجزائي بتاعه في نادي بيراميدز. وخلينا نقول لما تواصلنا مع الشؤون القانونيه بالنسبه للاتحاد المصري لكره القدم قالوا لا خلاص احنا خدنا قرار الحمد لله طبعا بعد سنه وشويه، صدقنا على القرار، بس لسه طبعا لم يتم التنفيذ، ان في حدود حاجه و70 الف دولار، في حين ان الراجل ليه حوالي 105 الف دولار 103 الف دولار، زائد طبعا اني اتعاب المحاماه والمصاريف والفايده اللي دايما بتتم في وقت تقديم الشكاوي. يمكن دي برضه من ضمن الحاجات، اني يعني الراجل مقدم الشكوى بقاله سنه وشويه، فكان الموضوع سهل، يا اما ليه حق ياخده يا اما ملوش حق ياخده. دي برضه من ضمن الحاجات الواحد دايما بيستوعبها ان هي بتاخد وقت طويل قوي، بتاخد وقت كبير جدا. واعتقد ان نادي بيراميدز ما عندوش ازمه، نادي بيراميدز بسم الله ما شاء الله
يعني اعتقد ان جاب مدربين كتير جدا جدا ومشاهم ودفع لهم الشروط الجزائيه ما فيش اي مشكله خالص، جاب لعيبه كتير جدا جدا ومشاهم ما عندهمش اي مشكله اي مشكله خالص خالص، يعني اعتقد ان النادي عنده امكانيات ماديه كبيره جدا، والمبلغ ما اعتقدش ان هو مبلغ كبير، يعني ما اعتقدش ان هو مبلغ كبير بالنسبه، لان المرتب بتاعه كان 34000 دولار في الشهر، راجل ليه 3 شهور، فبالتالي ما اعتقدش ان كانت ازمه كبيره، ولكن طول الوقت بيخلينا ان احنا طبعا ندخل في ازمات وندخل في مشاكل، ولكن اعتقد الامور تحل ان شاء الله باذن الله في الفترات القادمه. يمكن دي اهم اخبارنا والحاجات الخاصه بينا طبعا اللي كنا حابين ان احنا طبعا نشارك بيها كل جمهورنا النهارده. خلينا نطلع لنشره وبعد النشره نكمل اخبارنا معاكم. الأهلي يهزم الجونة بثلاثة أهداف دون مقابل في الدوري، ومعلول أول أجنبي يرتدي شارط قيادة الأحمر. الإسماعيلي يستعيد انتصاراته بالفوز على فاركو بهدفين دون مقابل بالدوري. سيراميكا كليوباترا يهزم الداخلية بثلاثة أهداف لهدف في الدوري ويصعد إلى المركز السادس. غياب حمزة المسلوسي عن قائمة الزمالك أمام سموحة في الدوري للراحة. حمدي فتحي يتوج بكأس قطر في أولى بطولاته مع الوكرة بعد التغلب على الريان في النهائي. أرسنال يتمسك بالمنافسة على قمة الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث بثلاثة أهداف دون مقابل. هالاند يسجل 4 أهداف في فوز مانشستر سيتي ب5 أهداف لهدف على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي. سام مورسي يقود إبسويتش للتأهل إلى الدوري الإنجليزي بعد غياب 22 عاماً. ريال مدريد يتوج بلقب الدوري بعد الفوز على قادش ب3 أهداف دون مقابل في عودة كورتوا. جيرونا يقلب الطاولة على برشلونة ويفوز ب4 أهداف لهدفين ليصعد إلى المركز الثاني بالدوري الإسباني. طيب لسه مكملين معاك وطبعا ونروح لأخبار النادي الأهلي اللي فاز النهاردة طبعا في لقاء الجونة 3-1 وفي محاولات لاحتواء أزمة كولر مع قفشه 3-0 3-0 معلش 3 أهداف للنادي الاهلي النهارده على الجونه، وقلنا ان احنا هنأجل كل الامور الفنيه مع طبعا تواجد نجومنا الكبار الكابتن محمد فضل والكابتن محمد ابو العلا. يمكن دي اهداف اليوم، امام عاشور هدف طبعا من تسديده، والهدف الثاني كان متولي، والهدف الثالث من ضربه جزاء محمود كهرباء. طيب يمكن الازمه اللي حصلت مع قفشه، خلينا نقول ان قفشه يمكن راجل كلام كتير اتقال ان هو اعترض وان هو ابدع اعتراضه والكلام ده وكده، يعني من مصادرنا ومن التواصل والكلام ده وكده. وخليني اقول حاجه مهمه، ان احنا لما بنتكلم هنا بنتكلم بمنتهى الامانه، بنكون حريصين جدا جدا على كل كلمه بنقولها، لان احنا بنحترم نفسنا قبل ما بنحترم المشاهد، فما بنقولش اي كلمه لا احنا عايزين مساله هبد ولا احنا عايزين نقول حاجه نحن نطلع بيها ترند ولا خالص خالص المساله خالص. احنا بنتاكد وبنتاكد من مصادرنا 100%، وفي وقت من الاوقات بيكون التاكيد من فريق الاعداد بنفسه او انا شخصيا اللي بتاكد من المعلومه اللي احنا بنقولها. يمكن من ضمن الحاجات اللي كانت داخل اوضه اللبس وكان في اجتماع ما بين اللاعبين وما بين المدير الفني للنادي الاهلي، وبعض اللعيبه اتكلمت وكان من ضمنهم قفشه طبعا، وراجل يمكن قال كلمه اني اتمنى ان اللي بيتقال في المؤتمرات هو اللي يتم تنفيذه. يعني اني طبعا مارسيل كولر بيطلع في بعض المؤتمرات وراجل بيقول ان انا اللعيب الجاهز هو اللي هيلعب، اللعيب المصاب مش هيشارك الا بعد فتره من التاكد من اصابته، اللعيب اللي هو لسه مش جاهز وراجع من اصابه هياخد وقت على بال ما يرجع. فطبعا حسوا ان في بعض اللعيبه بتيجي على طول من الاصابه وبتشارك، فهو يمكن الجمله اللي اتقالت من قفشه ان يتقال الكلام اللي بيتقال في المؤتمرات الصحفيه
نتمنى ان احنا نشوفه على ارض الواقع. انما دي يمكن الكلمه الوحيده اللي اتقالت، ودي يمكن الكواليس الجديده اللي كانت اتقالت من قفشه فقط لا غير. انما راجل لا ابدع اعتراض ان هو بيلعب او ما بيلعبش، ولا هو عمل اي مشكله ولا عمل اي ازمه، وقفشه بيتمرن بشكل كويس جدا جدا جدا، وراجل بيجتهد علشان يبقى ليه مكان مع الفريق. انما يمكن الجمله دي لان هو حس ان اللي بيتقال في المؤتمرات الصحفيه بعد اللقاءات غير، او اللي بيتقال طبعا في اللقاءات من كولر غير اللي بيكون على ارض الواقع. وهنا طبعا يمكن شاف كابتن خالد بيبو ان ده نوع من انواع مثلا الاعتراض، وتم طبعا تغريمه 50,000 جنيه طبقا للائحه، لان في ناس قالت 300,000 جنيه، انا اعتقد ان هي 50,000 جنيه. انما ده زي ما بنقول ان احنا طالما قلنا كلمه يبقى احنا متاكدين منها. لو حد شايف ان الكلام ده غلط ممكن يقول ان الكلام بتاعنا ده كلام غلط. فدي ازمه قفشه بس كده عشان كنا نعدي عليها سريعا. بنا الشفاء طبعا اكيد لعمرو السوليه، لان لعيب مهم بالنسبه للنادي الاهلي، واللاعب كان اشتكى من العضله الخلفيه اثناء التسخين وكان عايز يشارك، بس كولر طبعا شاف ان الافضل ان هو ما يبداش بيه اللقاء، لان زي ما احنا عارفين النادي الاهلي داخل على معترك كبير جدا جدا جدا، وهو طبعا اللقاء النهائي امام الترجي. فالنادي الاهلي بيلعب الدوري الممتاز وعينه على الدوري الممتاز، ولكن كمان عنده عين تانية بتبص على النهائي اللي ان شاء الله باذن الله هيقام اللقاء الاول في تونس، واللقاء الثاني العوده ان شاء الله يكون في مصر، اللي بنتمنى فيه تتويج النادي الاهلي. ففضل ان هو يعني ما يلعبش اللقاء ده ويكون جاهز ليه ويكون متاح في مباراه الاتحاد السكندري القادمه. يمكن مزق من الدرجه الثانيه بيهدد غياب احمد عبد القادر عن نهائي افريقيا، والاشاعه كشفت ان مزق من الدرجه الثانيه وفتره غيابه ممكن تكون اسبوعين لثلاث اسابيع، والجهاز الفني او الجهاز الطبي بالنسبه للنادي الاهلي بيعمل محاولات مكثفه للحاق اللاعب طبعا بالمباراه النهائيه. كل لعيب مهم، كل لعيب لازم يكون متواجد في الوقت الحالي، فاكيد الجهاز الطبي بيحاول ان هو يكون موجود. نادي الزمالك عنده لقاء بكره امام سموحه، ولقاء مهم. يمكن نادي الزمالك طبعا فاز في اللقاء الاخير 1-0 على البنك الاهلي، عنده غدا لقاء مع سموحه، ونفس الحكايه نادي الزمالك بيلعب بعينين، عين طبعا اكيد لاستكمال المسيره بتاعته في الدوري الممتاز، ونفس الوقت كمان بيفكر في الكونفدراليه. فاكر سطيف طبعا لقاء نهضه بركان، لقاء طبعا هيكون صعب جدا 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 بالنسبه لنادي الزمالك، ولكن قادر نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله ان يعمل نتيجه طيبه، ان شاء الله باذن الله في مصر هنا كمان يحقق البطوله، وتكون البطولتين طبعا يكونوا مصريه باذن الله ان شاء الله. فوز النادي الاهلي في دوري الابطال وفوز نادي الزمالك بالكونفدراليه، ونشوف سوبر جديد افريقي يكون ما بين الاهلي والزمالك، وان شاء الله باذن الله الاهلي والزمالك يتسيدوا الكره الافريقيه سواء في الكونفدراليه او دوري الابطال. كابتن حسين لبيب بيترأس بعثه نادي الزمالك في المغرب، استقال طبعا مجلس اداره الزمالك على اسناد مهمه رئاسه البعثه المقبله في ذهاب نهائي الكونفدراليه للكابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. كل بنتمناه له هو ومجلس ادارته كل التوفيق، زي طبعا ما الكابتن الخطيب هيترأس بعثه النادي الاهلي في تونس، نفس الشيء الكابتن حسين لبيب. ويمكن طبعا اهميه اللقاءين فعلا تستدعي ان يكون الكبيرين او كبير النادي الاهلي وكبير نادي الزمالك ان هم يكونوا متواجدين مع الفريق، واعتقد ان مجلس الاداره بالكامل بالنسبه لنادي الزمالك هيكون موجود، ومجلس الاداره بالنسبه للنادي الاهلي، لان اللقاءين مهمين جدا جدا، والمسانده والمؤازره مطلوبه من كلا مجلس ادارتي الفريقين الاهلي والزمالك. اتمنى كل التوفيق طبعا لقطبي كرة القدم المصرية، النادي الاهلي والنادي الزمالك. يمكن دي كانت اهم اخبارنا، وخلينا نروح للجزء الثاني ونستقبل ضيفين ونجوم كبار جدا جدا جدا، كابتن محمد فضل نجم النادي الاهلي والكابتن محمد ابو العلا، ونتكلم بقى على الاجواء الفنية واغلب القضايا اللي موجودة على الساحة المصرية لكرة القدم. فاصل وبعد الفاصل نكمل معاكم.
رجعنا ليكم تاني، وطبعا بينضم لينا طبعا نجم نادي الزمالك والنجم الاعلامي اللامع، نجم السوشيال ميديا اليومين دول، كابتن محمد ابو العلا. صقر حبيبي كابتن مصر، ربنا يخليك. عميد عامل ايه؟ تمام الحمد لله، كله تمام. دكتور طيب طبعا الاول عشان عيد ميلادك بس. حبيبي انت طيب الف خير، منور دايما وبتشرف طبعا بوجودك معايا. ربنا يخليك يا صقر، ودايما شخصيه محترمه ومن الناس اللي بجد يعني وجهه مشايفه. الف شكر ليك طبعا، وانت كابتننا اولا، وبعدين وجودك والله اضافه في اي مكان. ربنا يخليك طبعا، اكيد اخويا وحبيبي. اه طبعا الكادر اللي احنا مستنيين ان شاء الله منه كتير وكتير وكتير طبعا، النجم محمد فضل. صار ربنا يكرمك كل سنه طيب. نص قرن كتير يعني. لا 49 سنه من يعني انا مديك كل يعني انا مديك كل التقديمه الحلوه. ما انا لسه هقول، لا استنى، يعني انا مديك كل التقديمه الحلوه. والله هقول لك حاجه بعد كده. انا خلي بالك، نص قرن لسه فاضل 363 يوم تقريبا، عشان 49 يوم ويومين، 49 سنه ويومين من الانجازات. بجد مش بقول كده عشان انا معاك، بس اي حد عاوز ابنه يبقى لعيب كوره، ابنه يبقى ناجح، يبص للموديل بتاعك في كل حته كنت موجود فيها. بجد مش كابتن، اخ كبير، اتشرف ان انا معاك، انت عارف كده. ربنا يخليك طبعا، يعني من الناس المحترمه ومن الناس اللي انا بعتز بيها، وبجد والله بشوف ان لما بتكونوا موجودين معايا بحس، انا بحس ببجا كده، بحس ان حاجه محترمه يعني. لسه الحمد لله الرياضة المصرية فيها نماذج محترمة، وفيها لعيبة كورة فعلا فعلا نماذج محترمة. ربنا يخليك ان شاء الله. بس بارك لأبو العلا الأول. بارك أبو العلا على حاجات كتير، على أبو العلا. أبو العلا بجد من الشخصيات اللي أيوه استنى بس عشان ما حدش يفهم غلط، بس عشان ما حدش يفهم. بارك له على فوز الزمالك بكأس أفريقيا صح؟ في الكرة الطايرة. هو أنت بتاخد المعلومة مني، ثانية واحدة، أنت بتاخد المعلومة مني، أنت تقولها، أنت تقول له مبروك وخلاص. مبروك يا أبو العلا. الله يبارك فيك يا كابتن. مبروك طبعًا فوز نادي الزمالك في الكرة الطائرة للنساء بالبطولة الأفريقية على النادي الأهلي 3-2 ولا 3-1 يا رجالة؟ حد يعني 3-2 على النادي الأهلي. أنا لو كنت أعرف عن النادي الأهلي ما كنتش أبارك. لا لا احنا هنا دايما بنشاور. انا اقول هارد لك للنادي الاهلي تمام يعني، لحقنا بعض طبعا. لا لا مبروك بجد والله، والكره يعني الرياضه عموما كده صح. صحيح. ومبروك لابو العلا طبعا وجماهير الزمالك. مبروك يا لالا، بطوله مهمه، اعتقد ان دي اول بطوله السنه دي نادي الزمالك فقد بطولات كتير في كره الصالات وكان متميز فيها، لكن يعني بطوله مهمه بالنسبه لنادي الزمالك طبعا. الله يبارك فيك يا صقر، الله يبارك فيك يا فضل طبعا. هو الفكره ان البطوله في الاجواء الصعبه او مع التركه اللي ما كانتش سهله، اكيد ده يعني مش انجاز عادي بمنتهى الامانه يعني. وطبعا انا عندي علم ان مجلس الاداره لازم ابارك له طبعا، مجلس الاداره. صحيح. مجلس اداره نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، لان الاجواء كانت والمناخ ممكن يكون في صعوبات كتيره جدا، حاولوا في 5-6 شهور ان هم يتخطوا الازمات دي. فطبعا لما تبدا ببطوله بتدي برضو ثقه ودفعه، بتدي تفتح نفسك، تحس انت ماشي، تديك مؤشر انك ماشي شويه على الطريق المظبوط، وده حتى شفناه في الفريق الاول لكره القدم. صحيح. فلما انت تمشي في ملف ملف، لان انا عندي علم ان هم لما اهتموا بالصفقات وشفنا ابتدت تتغير في اداء النادي الزمالك في كره القدم، هم كمان دلوقتي شغالين على الملف الصالات، من ضمنها طبعا كل بقى سواء كره طايره، كره هاندبول، يعني كل الملفات دي. بس غصب عنك هتاخد وقت، لان كان الواحد يقوله كان الله في عون مجلس اداره نادي الزمالك بقياده الكابتن حسين لبيب، وطبعا المجلس المعالي، لان انا هو كان معايا في حلقه الاسبوع قبل الماضي. بصراحه قال لي يعني كم يعني مديونيات، هي طبعا في الاول وفي الاخر هم ملتزمين بحل كل الازمات دي كلها، انما ازمات كتيره نتمنى ان شاء الله باذن الله تتحل في الفتره القادمه. ولكن مبروك. اول سؤال ليكم انتوا الاثنين، حظوظ الاهلي والزمالك في البطوله الافريقيه، سواء نادي الزمالك في الكونفدراليه او سواء النادي الاهلي في دوري الابطال. تحب انا اتكلم عن الزمالك؟ ما انت تتكلم على الاثنين. على الاثنين. احنا هنا محايدين. تمام. الاثنين انا شايف طبعا رقم واحد ان الفرصه كويسه جدا بسم الله ما شاء الله الاثنين، ان الماتش العوده في القاهره. صحيح. اكيد. صحيح. ده بالنسبه لماتشات خروج المغلوب او النوك اوت، اللي هي الماتشات اللي هي فيها لازم مكسب. صحيح. تبقى طبعا عندك ادفانتج كويسه جدا، انك مباراه العوده على ملعبك وسط جماهيرك، بتبقى ليها، بتبقى كمان عارف انت عايز ايه من المباراه لانك مخلص المباراه الاولى، فدي كلها بتبقى نقاط تنظيميه كده بتبقى. صحيح. مهمه جدا. الحته الفنيه بقى انا شايف ان الفرقتين عندهم قدره من ناحيه الفنيات ان هم يعني يتخطوا، سواء الاهلي يتخطى الترجي او الزمالك يتخطى نهضه بركان، لكن مفيش شك ان النهائي العربي، النهائي الافريقي لما بيكون نهائي عربي او نهائي شمال افريقي، بيبقى الامور طبعا فيه مش سهله، لان دايما ماتشات شمال افريقيا بتبقى فيها حساسيه مختلفه وفيها ذكاء مختلف من اللاعبين، وبيبقى فيها ابعاد تانية محتاج ان انت تفاصيل تشتغل عليها. صحيح. لو دخلنا في الناحيه الفنيه،
انا شايف ان الاثنين عملوا اداء كويس جدا في الماتشين قبل النهائي، فيعني لو خدناهم كمؤشر لا يقولوا ان الاثنين مستعدين بشكل كويس، وممكن بامر الله ان احنا نحاول نعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله هناك. دي رقم، دي حاجه مهمه جدا، وتعرف تتعامل مع الفرقه جوه مصر. لو دخلتك تخصص اكتر، نادي الزمالك لو لاعب اي فرقه بتفتح الجيم هيتعب. من مصلحه اي فرقه انها تلعب الزمالك انها ما تبقاش فاتحه الجيم قوي، وتعرف تلعب على الكاونتر اتاك، لان نوعيه اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في الزمالك بتقدر تتحكم في رتم الماتش، تقدر تفرض سيطره الاستحواذ، فدي كلها بتبقى هنتكلم على هنتكلم على كل التفاصيل الفنيه دي طبعا، ولكن انا بس بتكلم على الحظوظ المطلوبه فضل من النادي الاهلي ونادي الزمالك، وبالتحديد في اللقاء الاول، لان اللقاء الثاني انت هيبقى عندك الدفعه الجماهيريه، هيبقى عندك التواجد الجماهيري على حسب برضه النتيجه الاولانيه تبقى مهمه اللي هي خارج الارض. شايف النادي الاهلي ايه المطلوب منه؟ واكيد الزمالك طبعا. طبعا الاول يعني هتكلم سريعا على الزمالك، ابو العلا يعني قال كل حاجه طبعا، لكن المثلث ان شاء الله يا رب يكمل على خير بوصولنا لكاس العالم، يبقى فوز الزمالك بالكونفدراليه، فوز الاهلي بدوري الابطال، ثم وصول مصر لكاس العالم، ده يبقى كده سنه خير علينا باذن الله ان شاء الله. الزمالك عنده يعني ماتش صعب طبعا، الماتشات دي خلاص هي نهائي بقت صعب قدام نهضه بركان، فهنلاقي الموضوع لا يعني حتى الان، بس ده الاقرب خلاص المشكله اللي احنا عارفينها. زي ما ابو العلا قال، مطلوب تركيز شديد جدا، مطلوب ان انت كنادي الزمالك عاوز البطوله دي تفرق معاك جدا، انت بقالك عندك انكسارات، عدم استقرار، مفيش قيد، كان في حاجات كتير جدا. صحيح. زي ما ابو العلا قال، البطوله بتنسي حاجات كتير، ده بالنسبه للزمالك. صحيح. شق نادي الاهلي، نادي الاهلي متعود على الاجواء دي، يمكن حظوظه في الاستقرار، في التعود. خمس نهائي على التوالي. طبعا خمس نهائي، وبعدين هو يعني احنا ما بنقولش كده كقص وجبهه، بس النادي الاهلي فعلا متعود على الكلام ده. الزمالك صحيح. ان شاء الله طول عمرنا اهلي والزمالك بيبقوا في النهايات في مختلف البطولات، وشفنا لما شفنا نهائي القرن كان حاجه كلنا كنا فخورين جدا ان اهلي والزمالك نهائي قرن فعلا. فالاهلي متعود على المباريات، في استقرار، مهما جيت قلت لهم من النصايح يا صقر، هم اللعيبه كلها لعبت جيل مميز جدا، تركيز. النقطه بس في الترجي، وهنتكلم عليها فنيا لما طبعا ده اللي انا هاخدك ليه، ده اللي انا هاخدك ليه، على اساس ان انت تشرح لنا برضو اوكي نقط القوه اللي موجوده عند الترجي، لان مع المدير الفني الجديد بقى عندهم التزام صح تكتيكي دفاعي بشكل قوي جدا. صح. جدا جدا صح صح. كاردوسو ويمكن المدير الفني الميزه اللي عندهم ان هم ملتزمين جدا زي ما انت قلت. الترجي كان على طول بيلعب جيم مفتوح. صحيح. عنده لعيبه، كان محمد بن رمضان قبل كده كان لعيب مميز جدا. دلوقتي هو عنده يمكن بتتكلم في انساس وينج رايت، عنده رودريجو رودريجاز لعيب كويس، غش لعيب كويس، حسام طقة لعيب كويس، عنده لعيبه كويسه. الميزه اللي فيه زي ما انت قلت صح، هم ملتزمين دفاعيا جدا كلهم ورا الكوره، وعندهم الترانزيشن او النقل من الدفاع للهجوم سريع جدا. الكور الثابته خطيره جدا جدا. صحيح. والكور الثابته يمكن لو بصينا حتى اخر ماتش قدام الصفاقس، يمكن يانساس بيلعب كورة كويسه جدا، رودريجو مميز، توجاي مميز، مرياح مميز من السردباكات. تقولي نقطه ضعفهم ايه؟ نقطه ضعفهم العمق. النادي الاهلي وهو بيلعب ماتش الدوري، وانا كنت مبسوط من المباراه الاهلي والاسماعيلي، كان كابتن ايهاب جلال بيضغط، فالاهلي كان على طول بيطلع بلونج بول، بيطلع بكره طويله، وكان بيطلع من العمق، وشفنا الهدف الاولاني اما وسام اتحرك. فاحنا محتاجين ان دايما لو الترجي بيلعب بالشكل ده وهنحتاج الى كور طويله، يبقى على طول نلعب من العمق، هنقدر نوصل كتير يا صقر، ان هم عندهم صحيح. بطء في العمق، ولو في فرود اتحرك، وموضوع ان مثلا لو وسام طلع، لو قلنا ان وسام بدا طلع وحسين او بنتكلم في بيرسي تاو قدر ان هو يدخل من العمق، هنسبب لهم مشاكل. هنتكلم على التشكيل الامثل بالنسبه للقاء ده بالنسبه للنادي الاهلي، لان خلي بالك انت برضه بتتكلم في وقت من الاوقات يا ابو العلا، ان الاهلي والزمالك قبل بطوله افريقيا الاثنين مضغوطين وبيلعبوا كل ثلاث ايام. يعني انت بتتكلم الزمالك اخر لقاء للبنك الاهلي، فوز مهم جدا جدا، ولكن فوز باهت شويه. يعني انت بتتكلم ان نادي الزمالك رغم ان هو فاز 1-0 انما كان عنده فرص كتير، انما بان الاجهاد على بعض اللاعبين، يعني بان الاجهاد على زيزو، بان الاجهاد على دونجا، بان الاجهاد على شلبي بيتعور في الاول، بان الاجهاد على فتوح، ودي لعيبه مفاتيح لعب مهمه جدا جدا. مصطفى شلبي زي ما انت بتقول اتعور، مصطفى الزناري كمان اتعور بالظبط. فمع ضغط اللقاءات دي نادي الزمالك يجهز نفسه ازاي؟ يعني جوميز في الوقت الحالي بقى عنده مجموعه لعيبه كتير،
بس كلهم اغلبيتهم في الخط الامامي مش 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 في المدافعين مش في نص الملعب. يعني فيجهز نفسه ازاي وهو عنده حاجتين؟ الحاجه الاولانيه هو محتاج يكسب علشان يكمل المنافسه على بطوله الدوري، في نفس الوقت عايز يحقق الكونفدراليه. بص في وضع زي مستر جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك هو بيتعامل مع يعني امر اتحط فيه واقعي. صحيح. او امر واقع اتحط فيه. ليه؟ لان انت ولا مش بادئ الموسم. يعني تلاقي معظم الفرق اللي شغاله في النهائي تلاقي معظمها مدربها مستقر وبادئ معاها الموسم. رقم اتنين، انت حتى لما تعملك تدعيمات ما تعملش تدعيمات وفقا لاختياراتك انت قوي، لان كان لسه انت بتشكل فريق كامل. انت يعتبر فريق الزمالك بقاله شهرين ثلاثه اكنه فريق متجمع لسه بحوالي 11 12 صفقه مع مدير فني جديد، فبتتكلم على تجميع مش سهله يعني. فده صحيح. كله اصلا عشان تدمجه مع بعض وفي اربع خمس شهور توصل بيه نهائي وتبقى في وسط الناس اللي بتشتغل في النهائيات المستقره، ده اصلا في حد ذاته انجاز غير يعني ايه نعتبره انجاز. لكن صحيح. طبعا دايما يبقى الزمالك هدفه يلعب على بطوله. لما تيجي تشتغل بقى انك بتحاول تدور الاداء باهت او مثلا زي البنك الاهلي وانت عندك ماتش تاني على فكره بكره قدام سموحه فهيبقى لا هيبقى صعب. ماتش صعب وهيبقى عندك وقت كافي. اعتقد ان انت في ماتشين اتاجلوا للزمالك، ماتش ام بي وماتش زد. صحيح. الاثنين دول طبعا عشان وفقا للائحه فجايين في توقيتات القريبه. صحيح. من الماتش النهائي، فدول هيفيدوا ان انت تاخد نفسك شويه. صحيح. كمان في عنصر تاني مختلف عن برضو معظم الانديه اللي وصلت للنهائي، انت بتتكلم على لعيبه متأيدة افريقيا ولعيبه مش متأيدة افريقيا، فانت غصب عنك صقر بتيجي تشتغل مثلا مع مجموعه. أيوه. وتلاقي نفسك بعد 3 4 ايام ولا اسبوع بتشتغل مع مجموعه ثانيه. صحيح. شفنا ناصر الماهر وعبد الله السعيد اثنين متواجدين، وسيف جعفر مثلا برضو ثلاثه يعني. بالظبط. وسيف موجود او اللي لعبوا، يعني احنا بنتكلم عن اللي لعبوا مؤخرا، دول مش هيكونوا موجودين معاك في الـ في الـ في اللقاء الافريقي. وطبعا بيدخل لك لعيبه مصابه، فانت غصب عنك انت محكوم بظروف، عشان كده بقول لك جوميز مختلف سنه، محكوم بظروف مفروضه عليه، فهو تعامله معاها بيبقى وفقا للظروف، مش عارف يحط كل البلانز بتاعته يعني. لكن الى الان نقدر نقول مقبول. انا شايف ان على فكره هو يمكن عنده افضل من كده، او شايف ان فريده يطلع منه افضل من كده من وجهه نظري انا الفنيه، لكن هو عشان كله جديد في بعضه فلسه ما حطش ايديه قوي 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 في كل حاجه. لكن اتعامل ازاي؟ هو مطالب ان هو طبعا بره ملعبك اول حاجه طبعا يعدي الماتشين الدوري اللي هو ماتش منهم عدى البنك الاهلي. لازم هو قال لهم على فكره تصريحات ان لسه على فكره مسابقه طويله جدا. صحيح. كل ثلاث نقاط بناخدها بتبقى بتحط يعني ضغوط وبتحطنا في المنافسه. خلينا نحسب مع بعض كده، لان نادي الزمالك في حالة فوزه في الثلاث لقاءات القادمين بيوصل للنقطة تقريبا 32 او 33. في حالة فوز الاهلي بيبقى الفرق انت بتتكلم ست نقاط. لا ست نقاط لو النادي لو تساوي في الماتشات ست نقاط. لو تساوي في الماتشات ست نقاط. لو كله كسب. لو كله كسب. بالظبط. فانت بتتكلم الفرق برضه وهيبقى فارق عن بيراميدز بنقطة. بالظبط هيبقى فارق عن بيراميدز. فانا بتكلم اني مش بعيد يعني انت لسه داخل في المنافسه رغم البدايه السيئه للنادي الزمالك. الحاجه الاهم يا فضل ان في كلام اكيد او لا الله اعلم ان الاتحاد الافريقي او الاثنين اللي هيشاركوا في دوري الابطال والاثنين اللي هيشاركوا في الكونفدراليه هيبقى مع نهايه الموسم، اللي هو هينتهي امتى انا مش عارف هينتهي امتى. كل سنه بنسال نفس السؤال ده. بالظبط. يعني ده سؤال تعبنا فعلا كل سنه بجد. يعني الموضوع لازم يعني موضوع يتحسم. بص صار ساعات الكلام بيبقى في مواضيع كلام فيها سخيف. انا خدتك لحاجه سخيفه شويه بجد فعلا سخيف. يعني انت لو جيت سالت اي حد ملوش علاقه بالكوره وجيت شرحت له هتلاقيه هيقعد يسالك اسئله ويستغرب. فهنتكلم نقول ايه؟ اصل الموضوع الحل سهل. فهتقعد تتكلم تقول ايه؟ شرحنا كتير جدا كلنا وشرحنا وقلنا. طيب هنخرج بقى الفنيات شويه، لان مهم ان انت تشرح، لانك انت راجل اشتغلت في الاتحاد المصري لكره القدم وكنت من ضمن اللجنه. وعلى فكره تم اتهامكم ان انتوا كنتوا سبب في مشكله ان الوقت اللي انتوا كنتوا موجودين فيه هو ده اللي تسبب في الازمات الدوري كورونا. طبعا ارد اكيد يعني. بص اول حاجه احنا البلد الوحيده اللي في العالم اللي ساعه ما حصل ازمه الكورونا رجعنا كل الدوريات كله في مختلف اللعبات. يعني احنا عندنا الدرجه الاولى والدوري الممتاز والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه والكره الشاطئيه والخماسيه وكل الالعاب حتى الكره النسائيه. فتاني حاجه ده قرار دوله ومفروض مسؤولين الاتحاد اللي طلعوا الكلام ده. اما تبقى انت راجل دوله وراجل في مكان عام ما ينفعش تقول الكلام ده وهو ده قرار دوله. فاحنا ما اتقلنا ان احنا لازم نرجع وان الموضوع له علاقه سياسيه واقتصاديه، احنا عملنا كل الاليه ان احنا نرجع ازاي. وما رجعنا قدرنا احنا نخلص الدوري. لو تفتكر في شهر اوائل 11 تقريبا، لا هقول لك بالظبط 9 او 8 اخر 8 وبدانا السوبر 9 على طول. احنا بدانا على طول بدانا السوبر، كان اول ماتش الزمالك وبيراميدز
كان نهائي كاس مصر او سوبر وبعد كده الاهلي والزمالك لو تفتكر. فاحنا بدانا على طول وكملنا بقينا الموسم. لما جيت شرحت قبل كده قلت يا جماعه اما بتحط جدول الدوري الموضوع سهل جدا، 365 يوم بتبص حضرتك على مواعيد الفيفا، ارتباطات الفيفا، بتبص على الاعياد، بتبص حضرتك على ماتشين بتلعبوا في ملعبك بحد اقصى، بتبص على الناحيه الاقتصاديه البث بتاع المباريات، بتروح للشركه الراعيه، بتيجي تشوف حتى كمان الشامبيونز ليج او احنا قلنا الفيفا ديت، قلنا البطولات الاجنده الدوليه وحتى الالتزامات الافريقيه للفرق. فبتحط الحاجات دي كلها على جدول الدوري، هتلاقي ان في الماتشات خلاص هم 365 يوم، هتبتدي مثلا هتقول انا هبتدي من شهر 9 يا صقر هخلص في شهر 6. لو اجلت ماتش بيضرب في 3 اسابيع. طيب فالموضوع سهل. عندي سؤال يعني بيبقى فيه برضه هنا ولد صغير من ضمن، انا اسف ولد يعني يمكن ما بقولش ان هو صغير طبعا، انا اسف ان بقول كده، بس لما يكون مهندس حسام الزناتي ولد عنده 26 سنه ويمسك المسابقات ويعمل انجاز او نجاح، مش هقول انجاز طبعا مش نجاح كمان، والله انا زعلان بقول نجاح، يعمل حاجه طبيعيه فتحسب ان هي نجاح بعد سنتين يتقال كده بتبقى انت زعلان وشايف حاجه سخيفه. صحيح، بس خليني اقول لك على حاجه، لان في وقت من الاوقات موضوع التاجيلات ده بيبقى في حاجات خارجيه. صح تمام، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه بيبقى برضو في ضغوط اهلي وزمالك ان لا. إيه؟ هقول لك بس هقول لا 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 انتوا تعرضتوا لده. لا 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 احنا كنا احنا اجلنا لظروف امنيه فقط. طيب خليني ما هو ماشي الحته الثانيه دي انا معاك، هقولها لك. الحته الثانيه بتاعت الانديه دي يا صار، انت بتحط لائحه الانديه كلها بتوافق عليها. انا متفق معاك، فاحنا ما حصلش بيجي وقت ضغوط ان الاهلي مثلا بيشارك كتير زي ما بيحصل دلوقتي، فلا ما اجلناش. طيب ما اجلناش احنا ايامنا ما اجلناش بالعكس. انا عايز عشان نوصل للحل. فاوقات بتبقى الامور خارجه عن ارادتك انت، لان انت زي ما انت بتقول ان مثلا في وقت من الاوقات زي ما انت بتقول قرار مثلا دوله ان هو امنيا لا انا مش عايز المباراه تتلعب النهارده، امنيا في ظروف مثلا ايا كانت. ولكن خليني اقول انت الكلام ده من حوالي 3 سنين مش كده؟ يعني احنا بنتكلم ثلاث سنين، حوالي ثلاث سنين. طب في خلال الثلاث سنين دول انت ما قدرتش انك انت تظبط الدوري الممتاز؟ طيب الجزئيه الثانيه، هل يا ابو العلا مع ان احنا استثنى بما ان احنا عمالين نتكلم من سنه 2011 استثنى 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 استثنى، مش قادرين نعمل دوري استثنى بلاي اوف زي كل الدنيا كلها ونلعب من دور واحد وبعد كده الثمانية اللي فوق ولا الثمانية اللي تحت ولا التسعة اللي فوق ولا التسعة اللي تحت ونخلص من الأزمة دي علشان نظبط الدوري؟ المعلومات اللي عندي إن ده اتطرح على فكرة كل موسم، لكن إن هو يتلعب دور واحد لكن لأسباب اقتصادية أو لأبعاد ليها علاقة بالرعاة والحاجات دي، فبيتم معظمه رفضه من الأندية علشان فكرة الفلوس والبث والدخل والحاجات دي كلها. بس هو الحقيقة يعني محتاج نظرة أشمل من كده علشان يعيد ترتيب كل المسابقات بشكل عام ونبقى حتى منتظمين، لان انت مفيش جدول في العالم دوري هتلاقيه يعني انا عايز اسميه ان هو ايه قص ولزق. لا فرقه لعبت 12 فرقه لعبت 17 فرقه لعبت 20، ده كده الحقيقه طبعا لا يعني لا يجوز وغير مقبول منطقيا حتى من وجهه نظري. بس انت عشان تعمله لازم حاجه استثنائيه، ده رقم واحد. دي نقطه يعني من النقاط اللي ممكن تكون مهمه. طيب يعني بالنسبه انا معاك بالنسبه للتسويقيه دي، طب ما هو التسويقيه ما هو ده هيترتب عليه بعد كده اني هتبدا برضه الامور ماشيه طول الوقت بالشكل ده بايظه. بس انا اقول لك حاجه، هي انا مره اتكلمت فيها مع يعني الحاج عامر كويس، لان كنت الموضوع ده مجنني، انا قاعد جنني فتره، طب احنا ليه كل سنه بناجل ونرحل نفس الكلام؟ هو كان قال لي ان معظم الوقت انت عندك انديه مصر كلها بتوصل لنهايات في كل اللي هي بطولات الانديه. بس ده زي ما قال فضل ان ده طبيعي انك انت بيبقى بتحط الجدول بتاعك بتحط بلان واحد واثنين وثلاثة اللي هو انا وصلت للنهائي انا عارف انا هعمل ايه، ما وصلتش للنهائي انا عارف. طب انا اقول لك لا في نقطة تانية بس دي علاقة بالمنتخبات. تخيل ان احنا منتخب مصر خرج من دور الثمانية رجعنا قعدنا 16 يوم ولا كام يوم ما بنلعبش؟ ما لازم تلعبش عشان بقية اللعيبة المحترفة عندك زي الجزائر وتونس ما لعبتش. ما انا بقول لك هي نقطة ما الجزائر وتونس لعبوا. لا هم ما هو ده بقى النقطة الخلافية، الجزائر وتونس ما بتوقفش الدوري معظمهم عندهم ولا افريقيا لان منتخباتهم لما بتتجمع، ما دي النقطة اللي انا كنت عايز اتكلم فيها، منتخباتهم لما بتتجمع ما بتوقفش الدوري لان لعيبتهم مش من انديه الدوري مش من الدوري المحلي مش من الدوري المحلي فعشان كده ما عندهاش ضغط ولا التوقفات اللي موجوده. بس دي بقول لك نقطه حيرتني جدا جننتني يعني، فانا قعدت ابحث فيها شويه لقيت ان انت فعلا مصر معظمها بالذات مثلا كان الفتره الاخيره كان الاهلي بيوصل اكتر، الزمالك لما كان بيبقى فايق ومستقر نوعا ما، بيراميدز ابتدى يدخل كمان، مدن الفيوتشر ابتدى يدخل، ففي انديه ابتدت تشتغل، فدايما عندك انديه
موجوده لحد المربع الذهبي على الاقل. وكل سنه بتوصل للنهائي كمان على الاقل فريق مصري مثلا. دي نقطه. النقطه الثانيه الاجنده الدوليه للمنتخب، لازم توقف منتخب الاول، وساعات كمان بتوقف للمنتخب الاولمبي. المنتخب الاول عندنا بياخد فترات طويله جدا جدا، وفي افريقيا تقريبا ما حدش بيوقف. ليه؟ لان معظمهم الفرق اللي موجوده في افريقيا منتخباتها بره محترفين. ممكن اقول لك على حاجه؟ لازم كناحيه نفسيه انا ممكن اقول لك مشاكل كتيره جدا، فابعدك عن الموضوع الاساسي. ده اللي بيحصل. صح. ده غلط، كل الكلام ده غلط والله غلط. هم خمس فايف جولدن رولز. احنا لما جينا اتكلمنا مع جلين تومسون اللي بيعمل الدوري الانجليزي اول ما حسام ميزانيتي مسك، الموضوع سهل جدا مش صعب. روح لاي حته صعب سهل جدا. احنا على فكره اللي كان ماسك رابطه الدوري الاماراتي وانت تعلم هذا ده مصري اسمه طه. صحيح. الموضوع سهل جدا والله. الخمس الفايف جولدن رولز دول تطبقهم 365 يوم بتسقطهم. ابو العلا قال منتخبات انت عندك 12 يوم منتخب بتخلص بتوقفها، منتخب اولمبي ما توقفش دوري. عندك الاهلي الزمالك هيلعب افريقيا بيراميدز فيوتشر مثلا، يعني بتعرف الايام لو الاتحاد الافريقي غير حتى التغيير بتاعك واضح. لو انت عندك هتبتدي من شهر 8 هتخلص في شهر 5، لو حصل اي حاجه اي حاجه ابو العلا هتمد شهر كمان. ده ظروف صعبه بس ما بيلعبوش النص فاضل، يعني عاملين لائحه ثانيه ليها علاقه مثلا ماتش ذهاب وعوده في افريقيا. هتلاقي فرق الدوري فرق افريقيا ولا بتلعب الا زمالك الا مصر. ابو العلا كل ده موجود بيتحط موجود. بيتحط في والله بجد. بس انا بقول لك انا انت ما تكلمني واديك يا صقر 10 مشاكل انت هتوه. صحيح. لكن انا بقول لك انا من وجهه نظري انت انا اشتغلت وشفت وكنت في المكان ده لمده سنه وست شهور. الموضوع عارف سهل. عارف انا معاك. انت عارف الموضوع سهل في حل واحد بس، انك انت لما تكون اتحاد كوره ورابطه انديه اقوى من الاهلي والزمالك، اقوى من الانديه بالتحديد. انما انت مساله انك انت زي ما انت بتقول انا بسهل الدنيا وانا بتليفون بحل وانا بتليفون باجل وانا خلاص. طب ممكن اقول لك حاجه في الحته دي وانا اسف بس انا بقطع كتير وقطعت. لا 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 بالعكس بالعكس. طيب بص، المدير هو بياخد قرار من غير ما يخاف، ما بيخافش. صحيح. هي ملهاش علاقه بالانديه، الانديه دي بتساعدنا كلنا على فكره، الاهلي والزمالك كلهم بيساعدونا. انت عندك لائحه بتحطها من اول الموسم. اللائحه دي بتقول الانديه الافريقيه مثلا لو عندها سفر بتخلي تلعب بعد 3 ايام. كلهم مزبوط. بيمضوا على اللائحه، مفيش حد بيعترض على اللائحه. لو حصل استثناء في حاجه بتبقى انت قدامك الموضوع واضح جدا ان انت تاخد قرار. وزي ما بقول لك لما بيحصل استثناءات هتلاقي في الاخر التاخير ممكن يبقى اسبوعين 3 ماكسيمم. لكن فكره ان انا ابتدي دوري، وعلى فكره ده مش انا بتكلم في رابطه، يعني رابطه هي المسؤوله، ابتدي دوري اقول انا هخلص في شهر 6 وبعد كده 7 وبعد كده 8 وبعد كده دلوقتي مفتوح، بعد كده يجي مدير فني المنتخب مع احترامي كابتن حسام حسن يجي يقول انا عاوز يا جماعه مثلا في 11 يوم عاوز 20 يوم. الكلام ده مش موجود في العالم. احنا طيب. بعيد قوي يا صقر، والناس بتضحك علينا فعلا والله. من وجهه نظرك قبل ما نطلع لفاصل الحل ايه؟ الحل ان الناس متعلمه. تقول لا طبعا الحل ان الناس متعلمه هي اللي تبقى بتاخد قرار بجد. انا ما بغلطش في حد والله، بس ناس تبقى عندها رؤيه، ناس عندها قوه شخصيه، ناس تاخد قرار، ناس عارفه ان ده منتج. انت المنتج بتاعك دلوقتي بقى سيء سيء. انت لسه وانت عارف انا من اسبوعين كان في لجنه التطوير في الاتحاد الدولي كانت موجوده، وحصل ان انا قابلتهم ان هم يعني بعض الاشخاص صحابي. لا انت بره شكلك سيء في كل حاجه، في الدوري بتاعك ايه، في شكلك حتى في التطوير في كل حاجه. الحل ايه؟ الحل ان يبقى انت عندك قرار، عرض محترم، عندك قوه شخصيه، عندك منتج تستغله صح. الموضوع يعني سهل جدا. يعني الحل مش الاستثناء ان احنا نلعب دوري مختلف الموسم القادم علشان نقدر نزل والله دلوقتي. لا على فكره لا. بص في دوريات زي الدوري البلجيكي والاسكتلندي وكده كنا عاملين اليه للشكل ده كله. تمام. بس هو مش كده. انت عندك جماعه عموميه زي ما ابو العلا قال هتقول لك او لا. العب دوري عادي جدا على فكره وهتقدر تخلص. واسال اي حد من اللي قعدوا على الكرسي. لكن لو انت دخلت في النقطه ان هو طب هنعمل ايه، صاحب القرار هيصدر لك مشاكل فهيدخلك في مشاكل ينسيك الموضوع اصلا. ينسيك الموضوع. طيب مستمتعين بالحوار طبعا مع كابتن محمد فضل وكابتن ابو العلا. خلينا نطلع لفاصل وبعد الفاصل مكملين معاكم. رجعنا لسه مكملين معاكم طبعا كابتن محمد ابو العلا وكابتن محمد فضل. التشكيل اللي انت شايفه من وجهه نظرك الامثل اللي يواجه الترجي في المباراه القادمه، وكلام كتير اتقال
مصطفى شوبيه ولا الشناوي، الشناوي ولا مصطفى شوبيه، وحاله جدليه كده حصلت ان الشناوي رفض يقعد احتياطي والكلام ده كده. من وجهه نظرك التشكيل وفي الجزئيه دي بالتحديد مصطفى شوبير. مصطفى شوبير على فكره انا مع ان اللعيب الكبير اما يرجع يرجع ويقعد مكانه كل حاجه، بس صحيح. دي ظروف استثنائيه. مصطفى هو احسن واحد في الفريق بقاله كتير جدا ومستواه ثابت ما شاء الله. فهو يستحق ان هو يكمل لغايه ما تخلص البطوله الافريقيه، وبعد كده نشوف سلوك الشناوي في الفتره دي. ان هو الشناوي مش حارس مرمى فقط، الشناوي كابتن فرقه. صحيح. طب انت حضرتك اما قعدت في بطوله افريقيا احتياطي تقبلت الوضع بس خلاص ليه؟ لا بس انا هوضح عشان بس عشان هوضح بس بين كابتن فرقه. صحيح. في فرق باللعيب. انا ممكن كلاعب كمان ازعل، لكن لما ابقى كابتن فرقه انا عليا مسؤوليه اكتر يا صاحبي. صحيح. هوضح، وابو العيله طبعا يدخل معانا في الجزئيه دي. المشكله مش في كده. انت عارف انت لو اللعيب يا ابو العيله اكيد بيغيب مثلا مباراه او اتنين وهو ليه ثقله طبعا، يرجع يبقى عادي. انما الشناوي غاب فتره طويله. صح. جدا، حوالي 3 شهور مش كده، من ايام كاس الامم. صح. ومصطفى خلاص بقى ماشي بشكل كويس ومشي بشكل كويس، يعني هو ما غابش مثلا اسبوع او 10 ايام، لا هو غاب فتره طويله. فرأيك برضه في رايي ان من مصلحه الشناوي يدخل تدريجي، لان طبعا عنصر الوقت اللي انت كلمت عنه طبعا مع التقدير للخبرات وكل الكلام ده كله. لكن هو ستيل بعيد عن الريتم. صحيح. واي لعيب مهما كان اسمه لو بعد فتره مش قصيره غصب عنه بيتاثر على ما ياخد فورمه الماتشات، حتى ولو استعداد الذهني والتركيز الذهني والرجوع تاني للضغوط دي بتاخد منه جزئيه. عشان كده حتى تلاقي بره بتلاقيهم عاملين كده بلان للعيب مثلا اللي جاي من اصابه، يقول لك النهارده هياخد 15 دقيقه. اللعيب ده هياخد 15 دقيقه عشان جاي من اصابه مثلا بقى لها 10 ايام. لكن اللعيب اللي جاي مثلا من اصابه بقى لها 20 يوم ده هياخد مثلا النهارده مش عارف مثلا كذا او 30 دقيقه. يعني كل واحد ليه وقت محدد وفقا للغياب اللي كان غايبه، لان جسمك بيبقى محتاج كمان ان انت تتعامل معاه بشكل تدريجي. لان انت الاصابه ممكن لو هي مثلا في حته معينه زي الظهر او الكتف او الرجل، لا بس اللي بيحصل بعد كده ان في بقيت اعضاء جسمك بتتاثر. أيه. فمحتاج ان انت تكون فورمه وفت وتاخد على حاجه اسمها ريتم الماتشات يعني. أيه. فانا مع مدرسه الدخول التدريجي لاي نجم موجود وفقا يعني الخطه مظبوطه، الا بقى انت كمان لو حطيته في المباراه، الا بقى لو حاجه حصلت استثنائيه بقى جت يعني مفاجاه. طيب ده يعني. ده بيحصل مع شيكابالا مثلا في الزمالك، يعني شيكابالا برضه اصابه وبعد كده شويه هيشارك، بعد كده في مشكله مش موجود في التشكيل. هل ده بيحصل مع شيكابالا في الزمالك؟ طبعا. وساعات الراجل مثلا يرجع من اصابه ما بيبدأوش، وساعات هو بيبدأوا بس عارف ان هيلعب 45 دقيقه بس. خد بالك يعني موقف الجون غير موقف اي لاعب. صحيح. فده ليه يعني المركز ده ليه حساسيه مختلفه كمان، يعني مش هينفع تخسر تغييره فيه، ومش هينفع تبدا يعني مش 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 مستعد بشكل جيد. لكن شيكابالا ممكن يكون راجل بيدير المباراه بدل ما ينزله اخر 45 دقيقه بينزله اول 45 دقيقه. يعني عنده وجهه نظر، عنده بديل محضر. يعني انا شايف ان اللعيب مش زي الحارس المرمى، لكن انا في العموم بفضل ان اي حد راجع من اصابه طويله ان هو يعني ياخد الامور بالتدريج. واي على فكره جهاز فني بالذات الاجانب او جهاز فني عامه يعني متقدم وابديتد هيبقى عارف ان كل اصابه ليها مثلا بعد زي ما قلت لك مده زمنيه بيجي قدامها، مقابل ان انا اول مباراه يلعب 15، تاني مباراه يلعب 30 دقيقه، تالت مباراه يلعب شو، تبدا واحده واحده. صحيح. طيب ده هياخدني الجزئيه بالنسبه اللي اتكلم فيها ابو العيله، حته ان احنا بنتناقش عشان بنفتح مواضيع. هو قال ان اللاعب المصاب بياخد كنوع من انواع الجزء من المباراه. ما اعرفش انت سمعتني في الانترو انا اتكلمت على مشكله قفشه وان هو عدم المشاركه واستبعاده من المباريات والكلام ده وكده. فقفشه يمكن كان في اجتماع للعيبه وكده مع كولر، قال ان الطبيعي ان لما لاعب مصاب بيرجع تدريجيا، لا في لعيبه مصابه بترجع وبتدخل على طول، و كولر بيطلع يقول في المؤتمرات الصحفيه انا ما بدخلش لعيب مصاب الا بعد فترات وكده، انما في لعيبه دخلت على طول لعبت بتيجي وبتدخل. صح. على طول وكده. فهو اعترض على الجزئيه دي. اول حاجه الكلام لو هو حاسس بحاجه قفشه انا بحبه جدا، ولو عنده طبعا اعتراضات او وجهه نظر يقولها طبعا، بس يقولها فين؟ يقولها بينه بالمدرب في اوضه مغلقه. أيوه. مش قدام اللعيبه. ايوه. فلو هو عمل كده يبقى غلطان طبعا مليون في الميه. لا هو حصل كده، هو ده حصل، غلطان طبعا مليون في الميه، ولازم المدرب ياخد قرار. وده حصل معانا في يعني يمكن احنا في الكارير بتاعنا شفنا الامثال دي كتير جدا. لكن انا كان رايي ان هو يدخل يكلم المدرب. بس هو ما تجاوزش. هو بيقول لما راجل بيتكلم ايه المشاكل ايه الكلام ده كله، هو راجل قال اني اللي بيتقال في المؤتمر الصحفي غير اللي احنا بنشوفه. بص يا صقر، ما انت شفت، ما انا ما بدافعش، انا بوضح لك الصوره. بس
هسكت خالص وهو بيتكلم، يعني مثلا لو المدرب بيجمع اللعيبه مش هتكلم خالص، واقول له انا عاوز اتكلم معاك، واقعد معاه اقول له كل حاجه انا عاوزها. صحيح. حتى باسلوب محترم ولكن في يعني اجريسيف. أيوه. وبتكلم بحقي واطلع كل اللي جوايا، عشان في الاخر انا هدفي عاوز العب واشارك وعاوز اخد حقي. ده كان وجهه نظر. انا بتكلم على السنه اللي فاتت حصل ان مصطفى لعب لو تفتكر، وبعد كده الشناوي رجع ولعب. صحيح. في الفاينل. فمصطفى لعب قبل كده، انا رايي ان الشناوي لازم يبقى واقف في ظهر مصطفى، ان ده مباراه صعبه جدا. ترجي زي ما انت قلت منظم جدا، مش زي اي نهائي. هل مختلفة. هل وصل لك معلومه ان الشناوي واقف يقعد احتياطي او الكلام ده؟ لا والله كده. انا فعلا داخليا ما اعرفش. يعني حتى موضوع أفشل انا لسه بسمعه منك. انا والله مش يعني مش ملم بكل ولا انا والله بالعكس. انا 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 نفسي يعني يمكن ما اتكلمتش مع الشناوي وسالته السؤال ده، بس فعلا ناس اتكلمت في الموضوع ده. يعني هل الناس دي بتسير الازمات من قبل طبعًا. قبل اللقاء؟ اه مليون في الميه. ان انت في الاخر عندك شناوي رصيد، لان انت زي ما انت قلت هو كابتن قبل ما يكون. لا هو مش هو ده كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر وشخصيه محترمه جدا ورصيده كبير جدا، وبعد بطوله افريقيا يتكلم يرجع يلعب. لكن انا بقول لك لغايه الفتره دي فتره صعبه جدا، فهو لازم يكون في ظهر مصطفى، ان مصطفى المستوى اللي هو بيقدمه احنا مش متعودين ان واحد يعني ربنا يحميه يبقى احسن واحد في الفرقه الفترات ويكمل يا رب ان شاء الله. مش طبعا بشكل كويس. فهو لازم يستحق ان هو يكمل البطوله. صحيح. لازم. وبعد البطوله شناوي يتكلم مع المدرب وممكن يرجع يلعب زي ما حصل قبل كده. ايوه. انت سالتني على ال 11، انا وجهه نظري سريعا جدا: مصطفى شوبير، معلول، عبد المنعم، رامي، هاني، مروان، اكرم، امام عاشور، حسين الشحات، وسام، بيرسي تاو. مروان واكرم. رايي كده. رايي مروان واكرم قدامهم امام عاشور، عشان انت اما بتحط اثنين ديفندرين الورك ريت او جريهم كتير جدا. صحيح. هيقدروا يغطوا على الباكين، هتلاقي اكرم ومحمد هاني جابها. بتدي فرصه للوينج باك الاثنين اللي موجودين سواء. صح. هاني او معلول، بتامنهم بالاثنين اللي موجودين، وهتريح حسين وهتريح بيرسيتا وهتريح امام عاشور. امام عاشور عنده ميزه ان هو بيستلم دايما ورا الديفنس، واحنا بنتكلم قلت لك ان الترجي مشكلته العمق. فانا لو انا عاوز اقفل كويس على مفاتيح الترجي، على انساس ورودريجو رودريجيز والكور الثابته بتاعتهم المميزين فيها وغشه وحسام تقى، اقدر اقفل بالشكل ده وابقى انا العب في العمق عن طريق امام عاشور، عن طريق قطعه بيرسي تاو. طيب. عن طريق اسامه ابو علي. خليني اقول ان امام عنده الحلول دايما، يعني هنا قليل لما بنشوف دي. يا فضل انت كنت بتعملها. تمام. يعني حسني كان بيعملها، شوقي كان بيعملها. مظبوط. ما انا بقول لك بقالنا كتير قوي ما نشوفش الشوط. بالظبط كده. يعني قليل اللي بشوفه ان هو محضر نفسه. لان خلي بالك هو الموضوع مش موضوع انك انت بتسدد وبس، لا، قرار انت بتاخد مكان. طبعا قرار واخد مكان، بتاخد البوزيشن اللي بتسهل فيه لنفسك. يعني بص هنا، انت عارف ان الكوره دي هو اللي لعبها. يعني لو جبناها من الاول هو اللي لعبها اصلا من الاول، وبعدين كمل، وبعدين وهي بتجيله يا بص هو اللي واخدها. وبص صار هقول لك على حاجه، بص شوف المسافه قد ايه. صحيح. وهو بيجري وبعدين واخد القرار. يعني انا بصراحه هو بص بيندع. ارجع لي يا مصطفى بس سنه كده، بس ارجع لي سنه كمان سنه بس كده. بص لا بص البصه اللي ورا دي. صح. هو بيشوف فيه خصم. صح. ابو العلا جاي ولا ما بيجيش، لان التمركز مهم جدا جدا ان انت بتحضر نفسك. بص هو هنا سند لنفسه وهو مهيئ نفسه. صح. يعني وشاط هدف. بص انا عايز اقول لك بغض النظر، انت عارف الجون ده لسه من يومين كان في ماتش مع باير ليفركوزن. صحيح. مع الفرق ان الكره راحت في المقص، نفس الكوره. انا جاي ملعوبه، ويمكن تشافي الونسو بيلعب اللعبه دي يسار، قام عاملها وحاططها. فانت واحد واخد قرار، وانت اكتر واحد بتعرف تشرح دي عشان. صحيح. ده مكانك. صحيح. لا هو انا ابو العلا برضه جزئيه مهمه لازم اتكلم فيها، انك انت بتاخد البوزيشن اللي انت بتهيئ بيه نفسك. سيبك منك انت وانت بتشوطها جت او ما جاتش، مش هادي القصه. لما انت بتحاول بتجرب ده ما بنشوفوش، بنشوفه قليل. يعني دايما تلاقي نفسك اللاعب يروح خابط في المدافعين مثلا، انت ما عندكش فرصه انك انت تشوط. لما هو هنا بدا يعمل ايه؟ بدا يبص هل في خصم جاي ولا ما فيش خصم جاي، ودي جزئيه مهمه. بدا ياخد البوزيشن اللي هو عنده اريحيه ان هو يقدر يروح زائق الزقه اللي هو زائقها دي، وبعد كده يروح عامل التصويبه اللي هو طبعا اللي هو عاملها. انا بسمي دي ماتش كامل على طول. ما هو ده هو ده اللي بنقول عليه. وخلي ابو العلا كمان ماتش الاسماعيلي. ايوه. تواجده فين وراح يجيب جون ابو العلا، وبعدين هو بيشوط ثبت رجله فنايم شاط بشمال. في يعني. في فكرتني يا سهر وانت بتذيع او بتتكلم عن فكره انه مشهور وانه بص وراه.
انا شايف ان بسميها احساس بالمكان. احنا عندنا مشكله كبيره جدا بقالنا فتره الحقيقه، ان طبعا ان احنا عانينا شويه من اللعيبه اللي بتطلع مش متاسسه قوي، فما عندهاش احساس بالمكان. صحيح. ودايما التواجد في المكان الصح بيوفر عليك جري كتير، مليون المية. بيوفر عليك، بيسهل عليك القرار. فهي دي الفكره اللي بتخلي التواجد في المكان او التمركز الجيد واحساسك بالمكان بيخلي التكنيك بتاع اللعبه اسهل. صحيح. فتطلع لك انها اسهل وكانت بسيطه. ممكن واحد تاني يبقى في نفس المكان بس مختلف 3 4 يارده ما يطلعش نفس النتيجه دي. ليه؟ عشان احساس بالمكان مختلف يعني. فانا عشان كده بفسرها فكره ان انا عندي احساس بالمكان يعني، والتمركز ده نقطه مهمه جدا، بتوفر جري، بتوفر بتسهل عليك قرار زي ما قلت لك. فدي نقط بتبقى يعني شايف فنيه في الزمالك مهمة. يبقى عنده الميزه دي بس ما بيستغلهاش بشكل كويس. لا الزمالك اللي هي حساس المكان ولا التصويب؟ تصويب. لا التصويب، التصويب انا شايف ان دونجا مثلا من اللعيبه الكويسه جدا في التصويب. انا 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 على فكره دونجا كان معايا في بيراميدز في وقت من الاوقات، رجليه كويسه قوي قوي قوي، بس انت زي ما انت قلت احساس المكان. هو ازاي يحس بالمكان اللي هو موجود فيه؟ لان هو رجليه كويسه ولازم يجرب ولازم يشوف. عمل واحده الماتش اللي فات على فكره كانت كويسه جدا فيها. صحيح. نوع من زي بتاعه امام عاشور دي، وخدها بشماله. أيوة. وفيرست تايم. أيوة. من نفس المنطقه، وحسه بالمكان كويس، كان كويس جدا، وقراره عشان واقف صح خدها، كانت خطره ومؤثره، ما جاتش جون. لكن ساعات بيلخبطك شويه في الحتت اللي هي ليها علاقه بالقرار. ساعات الفرقه لما بتكون مش في حالتها او مش الخطوط مش مظبوطه، انت مهما كان انت عندك الامكانيات بتلاقي نفسك متواجد ساعات مش في المكان المظبوط، لان ومع وجود عبد الله السعيد اعتقد دونجا بيقوم بالمهام الدفاعيه اكتر من المهام الهجوميه. وده هيخليني اسالك سؤال للمباراه اللي جايه. طبعا سموحه هنعدي مباراه الدوري، ولكن انا بتكلم على مباراه نهضه بركان. التشكيل اللي انت شايفه من وجهه نظرك، لان عبد الله السعيد مش هيكون موجود، نصر المهم مش هيكون موجود، هل شيكابالا مش هيكون موجود كمان غايب، مصطفى شلبي اعتقد ممكن، مصطفى شلبي ما يلحقش، اعتقد شيكابالا ممكن يلحق. يعني قدامنا لسه شويه، قدامنا حوالي اسبوع قدامنا يعني. بالظبط. بس انت شايف من وجهه نظرك التشكيل الافضل والامثل، هل شحاته يلعب جنب دونجا وتدي حريه لاحمد حمدي، ولا يلعب بثلاثه في نص الملعب في المباراه دي، ولا يلعب ازاي؟ لان كمان الراجل عمل حاجه الماتش اللي فات يعني ما تمناش انه يعملها تاني، ان هو لعب بشادو سترايكر دي، ان هو من غير مهاجم خالص. ده ماتش الدوري، ماتش البنك الاهلي. ماتش البنك الاهلي ونادي الزمالك ظهر في الشوط الاولاني يعني ما كانش افضل. عشان كده قلت لك انا مصمم ان لحد دلوقتي الفرقه دي يطلع منها افضل من كده. يعني يطلع منها افضل من كده، بس هو فكره ان انت كل حاجه جديده في 3 4 شهور، فمش مخلاك كمدرب داخل في بطن الفرقه قوي. مش عارف كل الخبايا قوي. بس ابو العلا كان عنده اثنين، كان عنده سامسون بره وجزي، كان عنده نصر. لا جزي كان موقوف، نصر منسي. ما هو كان عنده اثنين مهاجمين، هو خد قرار انه يريحه خالص. واخد بالك التغيير الاضطراري ظبط الفرقه، ظبط الفرقه يعني لمصلحته. حتى لما نزل سامسون خلى فيه عندك عمق هجومي، وخلى بقى الحته اللي انت بتتكلم عليها دي زود العمق الهجومي شويه. صحيح. فعرف تاخد ضربه جزاء يعني، كان فيها حلول. انا وجهه نظري ان طبعا التشكيل من وجهه نظري يعني شايف ان هو مش هياخد. طبعا دايما هو راجل مثبت الخماسي الحقيقه، عواد مع الاربعه خط الدفاع مع الديفندر الثابت هو دونجا. عواد ناحيه اليمين عمر جابر اللي متالق ولازم نديله حقه، هو عواد. صحيح. المسلوسي اللي متالق، حسام عبد المجيد اللي بسم الله ما شاء الله بروميسنج مستوى ثابت بقاله فتره، فتوح برده دخل في الفورمه. دول الاربعه، دونجا من افضل اللعيبه في مركزه ومهم جدا ولازم ياخد فرصه، هو عمر جابر يروح منتخب مصر من وجهه نظري. فهو ده الخماسي. يلعب بقى مين جنب دونجا؟ انا شايف ممكن يبدا بزياد كمال. زياد انا شايف ممكن يبدا بزياد كمال عشان يبقى عنده حل. هو اعتقد مصنف شحاته ان هو 8 على قدام سالم. مش زياد ماتش زي ده في ضغط جماهيري في نهائي خبرته الافريقيه يعني شويه. هو لعب بيه على فكره ماتش دريمز الغاني هناك. بس دريمز الغاني مش المستوى طبعاً. مش المستوى اللي هو نهض الدكان، ومش يعني 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 ظهر بشكل كويس، اجتهد، لكن انا بتكلم على الضغوط. والله انا ممكن اعمل كده بس ما انزلوش يعني، ابدا وما اعملش العكس. انا يعني انا في دي ممكن اعملها، وممكن العب بالثلاثه. ما انت لو لعبت، لو اخترت تلعب بثلاثه هتضطر تلعب بدونجا وشحاته وزياد، فممكن العب باثنين على حساب احمد حمدي. ما هو احمد حمدي، ما هو هنا بقى النقطه المشكله. احمد حمدي بقى تلعبه 8، هنا الموضوع مختلف خالص. اكيد. فانت لو هتلعب حمدي هتلعبه قدامهم. يعني لو هتلعب باثنين يبقى هو قدامهم، يا اما هتستغنى عن حمدي وتلعب بالثلاثه ديفندرز. ما اعتقدش انه هيستغنى عن حمدي، لان انا شايفه ان هو اللاعب المفضل بالنسبه له. وكمان هو حلقه الوصل بالنسبه له، ان غياب عبد الله وناصر ماهر هيبقى بالنسبه له حلقه الوصل اللي هتعمل الوصل. صحيح. دي. فهو في اعتقادي ان عشان كده ممكن يبدا بزياد او شحاته، وان كنت انا متخيل بدماغ الراجل ممكن يبدا بزياد. متخيل. لكن بالنسبه لي مش هيفرق الادوارهم، هم اثنين دونجا وزياد او دونجا وشحاته. احمد حمدي قدامهم عشان عنصر الربط. طب شلبي مش موجود. وعندك كمان ناصر مال مش موجود وكل الكلام. طب هتلعب بيه، عندك زيزو ناحيه اليمين تلعب بيه. صحيح. جزيري قدام، هيبقى ناصر المركز ده. المركز ده انا وجهه نظري هتفكر فيه، يا اما
هتلاعب شيكابالا عشان تبدا بيه، وحتى عشان لو مش في فورمته تبقى استغلته. شيكابالا رسمي مش هيلعب خلاص، لو رسمي مش هيلعب يبقى انت ما عندكش غير يا اما متيابا. هو مش انا اللي بقول، هم الاعداد اللي بيقولوا كويس، بس لسه اسبوع. يا اما متيابا الاماميه ساعات بتطول، يا اما متيابا هو الدكتور محمد اسامه اعلى خلاص، يبقى يا اما متيابا يا اما متيابا. ما هو انت ما عندكش حد في الحته دي خالص خالص، يا اما بقى هتضطر تلعب بالثلاثه ديفندرز. طب انت ايه رايك في متيابا بس؟ عشان انا اتفرجت عليه بصراحه يعني. بص يعني متيابا انا عجبني وفقا لحاجه، وفقا لحاجه ما انا لازم انا بحكم عليه، وانا هو صغير في السن. تاني حاجه اول مشاركه لي حقيقيه كانت في مباراه قمه صحيح، ونازل في وقت صعب صحيح. ففكره ان هو يعرف يطلع نفسه بالشكل ده في الضغط ده في التوقيت ده اول مره، لا انا شايف ده يجي منه. وبعدين انا كنت شفته نص شوط كده في ماتش ابو سليم الليبي، فحسيت ان هو عنده حاجه. هو اللي عاجبني في متيابة حاجه واحده، انت ساعات بيبقى انا عندي لعيبه مهمين هم يكونوا شبه بعض، فمتيابة لعيب ليه رتم وليه ستايل خاص. فانا احب ان يكون عندي لعيب نوع مختلف. ان شاء الله انزله ربع ساعه ثلث ساعه، ان شاء الله انزله انت مفاجاه في ماتش الاهلي في ماتش الدوري. فانا عندي لعيب مختلف خالص، اللي هو الصغير المرونه الرشاقه اللي ياخد فاولات غريبه، اللي بيعرف يحط جسمه ويعمل لك بينالتي، فلعيب مزعج. فانا استخدم اللعيب زي ده، مش شرط ان انا في كل الماتشات. لكن اما يكون عندي نوع انزله مختلف فيغير يكسر رتم الفرقه يخليها مختلف يعني. ابراهيم النضاي ابراهيم النضاي ما اعرفش هيلعب ولا لا، بس هو الماتش اللي فات ما كانش موجود. لو هو بقى على الدكه بس هيلعبوا ايه؟ يلعبوا في الطرف ممكن، والله صعب يلعبوا. هي المنطقه دي انا وجهه نظري هتلعب فيها اللعيب اللي انت ممكن تقول ايه، ما تنزلوش الشوط الثاني. ابدا بيه وخد منه افضل ما عنده وقفل جيمك، ولو خلي عندك حل مثلا سامسونج تقوم قلب الطريقه الشوط الثاني. هل ممكن يلعب زي ما لعب مثلا في الدريمز ان الجزيري وسامسونج الاثنين يلعبوا مع بعض؟ انا اتوقع ده في الحاله دي احمد حمدي يروح هناك. احمد حمدي يروح شمال مكان مكان شلبي، ما تياشيكا مكان شلبي، يا اما ما لو حطيت سامسونج هتحطه فين؟ هتحطه تحت الفيرود، فهو بيحطه في حته تحت احمد حمدي. وميزه سامسونج بصراحه في الماتشات الخارجيه الراجل مقتنع بيه ان هو لعيب بيعرف يستلم الكوره في رجله كويس، وفي الماتشات دي انت بتحتاج محطه جيده تسند عليها وتزود العمق الهجومي معاك. وسامسونج تميز في اكتر من مره ان في الكرات المرتده يقدر يمسك كوره ويعمل لك نقله مش متوقعه. فانت الماتش اللي هناك قد يكون كده. فريق نهضة البركان على فكره فريق متمرس، فريق عنده شخصيه، ده النهائي على فكره متكرر. اخر نهائي الزمالك وصله في الكونفدراليه 2019 كان قدام نهضة بركان والزمالك، والزمالك كان فوز هنا في مصر في برج العرب بضربات الترجيح. فهو الراجل بقى انا هي بتلعب في الحته القدام، هو هيدرس دي بعض اهدافه. ده كان اول هدف ليه مع الزمالك، كان تقريبا في ماتش سموحه تقريبا. فهو هو الراجل بيعمل ايه؟ هيدرس طبعا فريق نهضه بركان بشكل كويس. بص هو بيخربش وابتدى كمان ياخد رتم، يعني الراجل جاب جون وجاب ضربه جزاء الماتش اللي فات صحيح. فالراجل ما يكسرش رتم وممكن يفكر كده بقى عنده ثقه. فلو فضل محافظ على مستواه الماتش اللي جاي على الاقل يعني ويبقى موجود في الصوره، انا شايف ان الراجل ممكن يستغله وفقا ان انت عندك نقص عددي نتيجه الغيابات اللي هي او مش متأيدين افريقيا، فبتتعامل مع مجموعه معينه من اللاعبين. هو ده وزنه، هو ده دي طبيعته تقريبا، ولا هو زايد شويه. انا ما اقدرش احكم عليها، اللي بيعيش معاه كل يوم في التدريب هو اللي يقدر يحكم عليه. بس انا بصراحه بعتبره لعيب ذكي يعني، هو حتى لما يبان ان هو ممكن ستايل كده، هو لعيب كويس والراجل اكتشفه من جديد بالظبط يعني كده. لانما هو ما كان من اللعيبه المغضوب عليها، وده اللي كنت بقول لك يا كابتن احمد، ان انت ساعات بتبقى مش كل لعيبه من مصلحتي وشبه بعض. ما انا مثلا ده لعيب باللغه اللي بنقول عليه مدملك، لعيب اللي هو ممكن يكون يحط جسمه بشكل كويس، يعرف ياخد ضربه جزاء، يورط، بيتقل على الكوره في ال 18 يعني. خلي بالك الباص ده ممكن مثلا لعيب زي متيابه ما يعملوش، ممكن متيابه في الحته دي وماخد الكوره بسرعه وراح بقى على الخط. فانا لما يكون عندي لعيبه متنوعه تقدر تخليني يبقى عندي تنوع هجوم، انا بميل للفكره دي. فضل عندك اي حاجه عن نهضه بركان؟ ازاي الزمالك يقابلها او نقط القوه النهضه ضعف؟ عشان عارف انت بتذاكر قبل ما بتيجي. انا شايف ان هو الزمالك الاول، هتكلم على الزمالك. انت مننا ولا ايه؟ لا خالص، انا بفكر بس في حاجه كانت ليها علاقه بالاهلي. قول لي. ان انا ممكن متوقع مثلا، هقولها بسرعه وارجع على الزمالك. طيب. انا متوقع ان ممكن كهربا يبدا. يعني متوقع ان هو ممكن يبدا بكهربا على فكره مكان وسام. ان كهربا لعب كتير جدا في الظروف دي، وسام لسه شويه، مع انه وسام طبعا مهاجم كويس وباين ان هو هيبقى كويس جدا في تحركاته. فانا متوقع الحته دي كمان مع التشكيل انا قلت عليه. نهضه بركان فرقه كويسه جدا، لازم الزمالك يعني، انت بتسال ابو العلا، انا رايي ان الزمالك يزود نص الملعب جدا، دايما يبقى ورا الكوره
ويبقى عنده حد على طول يقف على الكرة ويقدر في الهجمة المرتدة أو في الانتقال من الدفاع لهجوم سريع. تحولات يعني. تحولات تقدر إن يبقى في حد يقف على الكرة دي. هو عنده حمدي في التحولات كويس طبعًا، مصطفى شلبي بس طبعًا مفتقد النادي الزمالك، عنده زيزو طبعًا في التحولات هايل. زيزو لازم يكون سرعات، اللي ممكن يقدر حتى كمان غير التحولات اللي يعني أحمد حمدي أنا شايف إن هو ما يروحش على جنب من الأجناب، يبقى من العمق، إن أحمد حمدي لعيب كورة فيقدر يدي سلو باس ويكمل. يبقى هو سامح. بالظبط. هي دي الفكرة. يعني أنا رأيي إن هو يبقى كده بالعلق ويبقى عندك حد أيوة. يقف عليه. طيب ده مهم خارجيا وفي مصر في القاهره ان شاء الله الموضوع هيختلف. تبدا تشوف الحلول. طيب خلينا قبل ما نطلع لفاصل هسالك سؤال بقى، بس هترد عليها هتجاوب عليا بعد الفاصل، لان واضح الاجهاد كبير جدا جدا لعيبه نادي الزمالك وبالتحديد في مباراه البنك الاهلي بكره كمان، عنده لسه مباراه قدام سموح، مباراه صعبه جدا جدا جدا. الاجهاد ده هيحله ازاي؟ ترد عليا بس بعد الفاصل. تمام. فاصل ومكملين معاكم. طب انتوا ايه رايكم في الموضوع اللي كنا بنتكلم عليه؟ هو ابو العلاك انا عاوز يطلب حاجه. اتفضل ابو العلاك. لا انا تحت امرك. انا سئل ما سالش. صوت العلاوه. لا انت راجل يعني، عايز صوت العلاوه اطلب اللي انت عايزه. نجيب العلاوه بسليم. اللهم امين. احنا كنا وقفنا فين؟ على الاهلي والزمالك. وانت كنت عاوز. لا بتكلم على، بتكلم مع ابو العلاك على الاجهاد. الاجهاد الزمالك ازاي هيواجه الاجهاد ده؟ لان ماتش البنك الاهلي الزمالك عنده فرص كتير قوي، واول مره يمكن اشوف احمد سيد زيزو يعني بينهي الهجمه بشكل صح. اللي هو ايه ده اجهاد. مش ان هو عنده مشكله بدنيه والكلام ده وكده، فالاجهاد اللي هو بيعاني منه نادي الزمالك لان هو كمان عنده المفاتيح اللعب قليله. فاهم مفاتيح اللعب بالنسبه لك انت بتتكلم على زيزو، بتتكلم على فتوح، بتتكلم على دونجا مؤثر في النواحي الدفاعيه وكده، يمكن الجزيرة يتاح بالثلاث انذارات اللي واخدهم، ولكن هيحلها ازاي جوميز؟ والله انا شايف ان مبدئيا مثلا نادي الزمالك كانت ناحيه اداريه وفر طياره خاصه، فدي ناحيه نقدر نقول عليها بيحاول يخف الضغط شويه. تمام. هو طبيعي الراجل حتى ما كانش بيوصل لمرحله انه مثلا ايه بيجد اللعيبه قوي، لان كانت كل ماتش يفاجئنا باربع خمس تغييرات. فطبيعي ان هو يقسم الماتشات، فاعتقادي ان هو ممكن يعمل كده، ان هو يحاول يدور القصه بين اللعيبه، يقسم مجهوده او مجهود الفرقه على 90 دقيقه. فدي المفروض محتاجه جي بي اس بقى، ومحتاجه ان هو اكيد ناس متخصصه فاهمين، علشان انا الحقيقه اتضايقت ان احنا خسرنا اثنين لعيبه مهمين جدا وفي ايه صقر في اول ربع ساعه وقلت ثلث ساعه. انت عارف اول ربع ساعه الزناري وفي الدقيقه حوالي 27 28 شلبي صحيح. في النشوط الاول صحيح. في الشوط الاول دي بالنسبه لي انا مؤشر غريب جدا. يعني انا جاي من سفر وكل حاجه، بس في الشوط الاول دي هل الريكفري او الاستشفاء ما كانش كويس؟ هل الاجهاد الطياره طب الطياره الخاصه دي اللي بقول لك عليها بتاع الدومينو هي دي اللي كنت بقول لك عليها؟ حلو 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 مهم. فهل ريكفري هل طب هل انت مثلا طيب لو انت شايف بكره مباراه سموحه يشتغل بمين علشان برضه مين اللي ممكن يدخل من اللعيبه علشان يبدا يريح؟ انت بتتكلم على عمر جابر لعب الماتشات كلها، بتتكلم على المسلوسي لعب الماتشات كلها، بتتكلم على يمكن زيزو غاب شويه، بتتكلم على دونجا بيلعب الماتشات اغلب الماتشات كلها. يعني قصدي ان لعيبه كتير، واضح ان الاهم مفاتيح اللعب مجد. مين اللي يدخل؟ مين اللي يبقى موجود؟ على فكره هو عمل حاجه كويسه لما النتيجه ارتاحت في دريمز الغاني، ابتدى من الدقيقه 60 يغير لعيبه كويس. فدي على فكره كانت من الحاجات المهمه جدا، غير خمس لاعبين لدرجه ان احنا مثلا شفنا لعيبه بقى لها كتير ما بتلعبش، ناصر المنسي نزل مع سيد نيمار، مع في لعيبه كتير ابتدت تدخل في الفرقه، فهو استغل دريمز هناك. طب ده يعمل ايه؟ اولا انت عندك اثنين لعيبه انت ستيل هتستفيد بخدماتهم ومش معاك بعد كده، ناصر المنسي وناصر المنسي، فانت دول لازم تعتمد عليهم لان هم رايحين بقى لهم حوالي 10 ايام بسبب ماتشين افريقيا، فدول اكيد موجودين. الحاجه الثانيه انك لازم تلعب الكل في الكل، لان انت عندك لسه نقول نقدر نقول 6 ايام او اسبوع لحد ماتش النهائي اللي هو بتاع الكونفدراليه بره في المغرب، فهو هيبقى القوام ما يستغناش عن حد وجهه نظرك. لا. القوام الاساسي وجهه نظرك طالما السليم 100% ما يستغناش عنه. الا لو حد بقى عنده شك اصابه ما ينفعش يلعب تماما. طيب. يعني بالنسبه لفضل نفس الحكايه بالنسبه للنادي الاهلي، واكيد برضو اجهاد، لان انت بتتكلم على كل 3 ايام ماتش صح؟ كل 3 ايام ماتش، ضغط جديد برضو على لعيبه النادي الاهلي، لكده النادي الاهلي برضو بيلعب في البطوله الافريقيه، يحلها ازاي كلها؟ اول حاجه النادي الاهلي زي ما قلت لك هو متعود على الاجواء دي اول حاجه. خلي بالك عنده الاتحاد الثلاث وبلديه المحله السبت، يعني ده لسه عنده ماتشين.
متعود على الاجواء دي ويعني حضرها كتير جدا وشاف ان كل ثلاث ايام ماتش بقى عنده افريقيا بقى عنده الدوري بقى عنده كاس بقى عنده تلاقي بطولات كتيره جدا. كان بيحصل روتيشن كل مدرب وليه شخصيته، في مدرب بيعمل روتيشن انا شايف الكولر دلوقتي ابتدى يعمله وانا متفق معاه جدا ان هو بيبتدي بالتشكيل الاساسي وبعد زي ما ابو العلا قال يطمن على الماتش بتتكلم في 55 60 دقيقه يبتدي يغير اربع خمس لعيبه يروح مطلع وسام حسين الشحات امام عاشور زي ما انا عمل النهارده. فانا شايف ان هو يبتدي ان هو بيلعب على كل البطولات يبتدي واول ما النتيجه تبقى ايجابيه يبتدي يريح اللعيبه ويقفل الملعب ويبتدي عشان يدي فرصه السكواد انت بتتكلم في 30 لعيب يدي فرصه للناس كلها ان هي تلعب فبالتالي ما بقاش في اصابات ما تلاقيش اربعه خمسه وقعوا مره واحده. صحيح. وطبعا اللي ابو العلا قاله موضوع الريكفري ده مهم جدا. صحيح. خلي بالك ماتش الاتحاد كمان ماتش صعب، الاتحاد لو تم ان خدوا من الدور الاول فالاتحاد هيبقى ممكن يبقى من الموجودين طبعا هيبقى من الموجودين هيبقى عنده فرصه كبيره. مفيش ماتش سهل لو اتعادل او كسب. نعم مفيش ماتش سهل في الدوري. انا معاك بس انا بتكلم لو، لان طبعا هو ما قيل ان التحديد هيبقى مع نهايه الموسم وان كنت انا اشك في الموضوع لان نهايه الموسم ممكن قبل ما تبعت ال عشان خاطري بلاش والله نقعد نقول للناس اللوائح ان انا بقول لك والله الموضوع ده انا بالنسبه لي بقى سخيف. طب قول لي يعني انت والله بجد انت انا طيب. انا سامعك قبل ما ادخل الاستوديو النائب بتتكلم أحمد دياب على النائب رقم احمد دياب بتتكلم على رقم مدرب مدرب نعم. بتتكلم انا قبل ما ادخل الاستوديو سامعك وانت بتتكلم على مدرب المفروض ياخد الشرط الجزائي بتاعه فيوصل ل 300 مليون جنيه. انت بتتكلم في حاجات يا جماعه احنا ما بنتكلم انت عارف الموضوع انت عارف الموضوع ولا مش عارف الموضوع؟ والله العظيم ما عاوز اعرف انت عارف ان السبب انت عارف ان انت عارف ان انت عارف ان السبب سبب ال 300 مليون ممكن يبقى فاصله كلمه الفاصله اللي موجوده ما بين البند والبند. انا 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 راجل خريج حقوق فللاسف انا افهم في القانون لحد ما حاجه بسيطه يعني كويس. فلما باجي اشوف العقود بعرف الشرط الجزائي بصرف النظر فاصله مش فاصله. ما قبل كده كان حصل في اللائحه كان في شرط من شروط اللائحه حد عمل فاصله كانت بند التجنيد. طب كويس. فانت الحته القانونيه دي مش في مستشار قانوني في الاتحاد؟ مش في العقد ده بالانجليزي وبيترجم وعقد بالعربي؟ مستشار القانون مستشار القانوني الاتحاد قال ان هو ملوش اساس ان هو ياخد شرط جزائي ثلاث شهور. اديني العقد هبص لك عليه. طب انا هقول لك انا هقول لك جزئيه هم جزئيه بيحتكموا ليها في الموضوع. هو بيقول لك ان ما قبل كاس الامم الافريقيه ليه ثلاث شهور. صقر صقر بعد كاس ثانيه واحده بس. ما انا هقول لك اهم حاجه العقد. ماشي. لو معاك العقد دلوقتي هقراهولك هقول لك القرار. هقول لك هقول لك هو ما بعد كاس الامم الافريقيه ما فيش اي نوع من انواع الشروط الجزائيه. بس انا لو انا اخليت وانا اللي فسخت العقد مش بدفع العقد كامل؟ طيب ممكن اقول لك على حاجه. ولا من حقي ان انا افسخ في اي وقت؟ بص خلي بالك ده الكابتن ايهاب جلال كمان تقدم بشكوى وهياخد عقده بالكامل. ما انا هقول لك على حاجه. وقبل كده انت بتتكلم على برضو تكيس بس تكيس ده مش موضوعهم يعني هم اخروا في اتخاذ القرار. بس هات العقد هبص لك عليه هقول لك رايي القانوني ليه. ان احنا كل القضايا دي احنا بنخسرها كويس. فهو واضح ان في مشكله قانونيه. العقد لو معاك العقد دلوقتي حالا انا ابص لك عليه واقول لك القرار على هو وانا يعني بص هتحمل مسؤوليه. موضوع سهل جدا هو قانوني. ايوه ايوه ايوه. ما هي المشكله في ايه؟ هما كانوا اتفقوا خلاص يا ابو العلا يا فضل على ان راجل هياخد ثلاث شهور وخلاص وراجل سافر على هذا الاساس. دي اتفقوا تصريحات. طب اوقفك بس الكلام ده كتابة ولا شفاهة؟ هو راجل قال لهم تفرق. لا وديا. لا يبقى ولا حاجه يبقى ده مش اتفاق. ايوه ما هو عشان في حاجه مش اتفاق راجل... مش اتفاق يا سيدي. بس اسمع ما هو الاتفاق اللي حصل ليه؟ لانه راجل كان من حقه انت فسخت العقد بتاعي من بعد كاس الامم. طب هشرح لك بس جزئيه عشان تبقى فاهم الموضوع. انت فسخت. انت من حقك تفسخ قبل كاس الامم مش بعد كاس الامم. بعد كاس الامم يبقى ناخد عادي بالكامل. حلو. فقعدوا مع راجل بالتراضي خلاص تمام. قال لك ابعت لك بنود بالتراضي وتبعت لي الثلاث شهور بتوعي. قالوا له خلاص. الراجل سافر على هذا الاساس. رجعوا بعد كده قال لك لا ده في ثغره في العقد وتصريحات الاستاذ جمال علام قال لك ان لا في بند في ثغره في العقد وفي فاصله فالفصله دي تفصل ما بين هنا وما بين هنا. الراجل اساسا ملوش اي حاجه. المحامي بتاع فيتوريا خد التصريحات دي وقال لك لا انا هطالب بعقد بالكامل. طيب ممكن اشرح لك حاجه سريعه جدا جدا. اول حاجه الاتحاد المصري لكره القدم بيخضع للرقابه من وزاره الشباب والرياضه. صحيح. فانت العقد كله لما يجي العقد انا هشوفه واقول لك. وبعدين العقد ده قبل ما بيطلع الجنيه بيبعته للوزاره وزاره الشباب والرياضه الناحيه القانونيه كلهم بيبتوا في العقد
وبيبعت التوصية أقر بتاعته. ان هم يدفعوا له الثلاث شهور، الثلاث شهور بس حلو، يبعت التوصية. طيب أقرر بعد التوصية، بعد التوصية ان هو يدفع له ثلاث شهور بعد في مدة التوصية ان هو يدفع له ثلاث شهور في مدة زمنية. صحيح. طيب لو المدة الزمنية دي عدت، وبالتالي الراجل من الشق القانوني او من وجهة نظره القانونية زي ما احنا سمعنا، انا كل ده لازم ابص على العقد عشان اقول لك وجهة نظري. صحيح. ابتدى قال لك لا الاتفاق باطل، مع انه ما مضاش على حاجة، كل ده شفاهة، وبالتالي هو معاه حق. فجي قال لك لا كل الاتفاق اللي هو شفاهة ده باطل، مفيش أي ورقة أنا كاتبها، وبالتالي أنا عاوز عقدي كله وفقا للعقد المبرم بيني وبين الاتحاد المصري لكرة القدم. طيب الكلام ده لو أنا شفت العقد هقول لك في الآخر مين اللي بت في الموضوع. لو أنت عاوز رأيي من الأقاويل دي كلها، الاتحاد المصري يبعت للوزارة يقول له دلوقتي الموقف كذا وأفيدونا. طيب اللي الوزارة هتقوله هتبعد الشق القانوني عن الاتحاد تماما. الوزارة من بدري بتت في الموضوع وقالت ادفع للراجل ثلاث شهور. الجزئيه الثانيه كابتن ايهاب جلال سريعا قبل ما نروح لورا. طيب كابتن ايهاب جلال انت عارف ان هو لم يتقاضى اي مليم، حتى الشهرين اللي اشتغلهم ما خدش فيهم فلوس، وكان ابو العيلة الشروط الجزائيه اللي موجوده اضحكوا عليه ما خدش فلوس. بص بص والله ما خد فلوس. بص هو كابتن ايهاب لا خد فلوس ولا درب. ما خدش فلوس ولا درب. والله ما خد فلوس والله. ممكن طب ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل طلعني بره الموضوع ليه. طب هسال انا للاسف انا راجل قانوني يا عم هسال ابو العيال. فانت بتقول لي ده انا والله بوجع يعني بجد وحياه ربنا انا مش يعني مش مصدق والله ما خد فلوس حتى الشهرين اللي اشتغلهم ده. خلي بالك انا لو طلعت لو انا اتكلمت في الموضوع ده والله هيبان ان احنا شكلنا اوحش من اللي احنا فيه دلوقتي. طب سؤال، هو دلوقتي مطالب بعقده بالكامل لان الشروط الجزائيه مطالب ايه ده؟ انت عندك تكييس ده اللي بيرفع قضيه او بيرفع شكوى. انا شفت الشكوى انت عارضها. الشكوى دي المفروض تروح لحاجه اسمها لجنه فض المنازعات. بالظبط. دي المفروض اصلا وفقا للائحه اللي موجوده اللي اتنشرت في الجريده الرسميه. كام يوم ايه دي اللجنه مش موجوده اصلا. اللجنه دي اصلا فوت بتبقى متكونه من 6 من جمعيه المحترفين و6 من الرابطه، وفي رئيس ونائب الاتحاد هو اللي بينتخبه. احنا انا شاركت في كتابه اللائحه فانا اعلم جيدا وبفهم انا بطلع من بقي ايه. الكلام ده كله بيضحك. عشان كده وانت بتكلمني انا لو اتكلمت قانونا هقول ايه؟ جلال لي حق ولا ملوش حق؟ ما فيش حد ملوش حق، كلهم ليهم حق للاسف. طب هو والله بس وريني عقود عشان اقول لك اللي انا سؤالي معلش عكسي يعني. هو تحت بند ايه ما خدش المرتب؟ ما طلعلوش مرتب. أيوة لما اقلوه. حلو. ما كانش خد فلوس خالص، وبعد كده جم اتفقوا معاه ود كده ان هيدوله منايب على 6 شهور. والله دي حقيقه. بعدين ما ادالوش اي حاجه خالص بقاله سنتين الراجل لحد دلوقتي. وكانت الشروط الجزائيه اللي موجوده كالاتي: لو ما وصلش كاس امم افريقيا، لو ما حققش كاس امم افريقيا تقريبا، لو ما وصلش كاس عالم، لو ما وصلش كوريا. ايه ماشي يوصل كوريا الماتش الودي. هو كابتن هيبقى قعد كام يوم؟ هم حوالي حاجه ما كملش شهرين. لا شهرين على الورق، لكن فعليا حوالي 8 ايام. ما هو سيبك من كده، ما هو حتى ما خدش. لا قعد قعد لان هو لعب ماتشين رسمي وماتش ودي. الماتش الودي اللي هو في النص ده اللي هو كان في الطياره تم اللقاء. بس انا السؤال والله هنا والله بجد والله، راجل ما خدش ما تقاضاش عن اجر عن الشهرين اللي هو قعدهم، زائد ان كل البنود او الشروط الجزائيه اللي موجوده انت فسخت بعدم احقيتك، لان انت ما فيش اي حاجه من الشروط الجزائيه دي انت فسخت عليها. لان هو لكن لسه هو لعب ماتشين، كسب ماتش وتعادل ماتش، عنده 3 نقط، ما وصلش كاس امم يعني ما كانش لسه باين اذا كان وصل ولا ما وصلش، ما خسرش البطوله، ما كانش لسه عمل حاجه في تصفيات كاس العالم. فانت فسخت بناء عليه، مش هتحاسبوا عليها يعني. مفيش نتيجه تحاسبوا عليها. ادي الثلاثه اللي مسكوا ايهاب جلال، كيروش، فيتوريا، الثلاثه عندهم مشاكل ماليه. ماليه صح. طب انت جبت حتى اللي كمل وحصل اخفاقز على راي فعلا فضل وهو بيتكلم مع كابتن ضياء السيد كمان اتكلم في الامور الماليه، شوقي اتكلم يعني. صقر بص اقول لك على حاجه سريعا بس عشان احنا سريعا جدا. والله انا ما كنت عاوز اتكلم في الموضوع ده بجد بجد. انا عارف والله والله. وانا ليه ان انت لما تيجي تتكلم على الاتحاد انت في الاخر هم كلهم انت اشخاص تعرفها. لكن يا جماعه العمل العام انت في الاخر في محاسبات وفي كرامه وفي شكل للاتحاد المصري لكره القدم. الكلام ده عمرنا ما شفناه. ما ينفعش حاجه اسمها الفيفا تبقى معروفه ان في ناس بترفع علينا. احنا بره في مصر الناس بتوصل لها صوره وبره بتوصل صوره ثانيه. من فضلكم لو سمحتوا كل الامور الماليه تتقفل، ان الامور الماليه دي زي ما انت قلت وعرضت في برنامجك احنا المفروض ندفع 3 شهور شرط جزائي يعملوا اكس. دلوقتي هنوصل ل 300 مليون. ال 300 مليون دولار على فكره ده شق جنائي طبعا. انت بتتكلم في ارقام يعني 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 خلينا ان شاء الله دار ملعب يعني انت عندنا ده حتى بقى هدار المال عندي. لا لا عندنا في النادي يعني فيها حاجات غريبة. انا وقتي للأسف طبعا خلص. كان نفسي اكمل بس احنا الحمد لله ان احنا اتكلمنا فني وما دخلناش في هدار المال العام والكلام ده وكده. طبعا شرفت بيك وبتشرف دايما وانتم متواجدين معايا. شرف لينا محمد فضل، كابتن محمد ابو العيلة، وموفقين ان شاء الله باذن الله
في كل الحاجات اللي انتوا بتعملوها، سواء بقى اعلاميه سواء بقى. انا بشكركم جدا جدا جدا. لا استنى، لا ده في حاجات حلوه جايه، شغل جامد. ده شغل جامد جدا. ده عيد ميلاد الصقر طبعا. يعني الساده المشاهدين، انا هاخد الكلمه من صقر، يمكن كل سنه وهو طيب. عيد ميلاده ال 54 يعني. عيد ميلاد 49 طبعا، نجاح وكل حاجه يا رب. ربنا يخليك. بشكر طبعا فريق الاعداد كله، الدي ام سي، بشكر قناه دي ام سي على التورتايه دي. بشكر الجميع. انا في الحاجات اللي زي دي الواحد ما بيبقاش عارف يقول ايه يعني. 49 سنه من انا هوقفك وخالي ابو العلا يوقفك قبل ما تختم. لا طبعا 49 سنه من الانجازات والنجاح والحب لكل الناس اللي لعبت معاك، بتحبك وبتحترمك. ربنا يكرمك، وكل اللي انت نقلته لنا وانت لعيب يبقى في ولادك وكل الناس اللي بتحبك. كل سنه طيب يا صقر. انا اقول كلمه سريعه طبعا، كل سنه طيب يا صقر. الحقيقه طبعا قيمه كبيره جدا والله في الكره المصريه، واي حد لعب معاك واحنا كمان كنا جيل بعديك، فاكيد اتعلمنا حاجات دي بجد حقيقه. عميد لاعبي العالم، كابتن منتخب مصر. جيل بعديك بكتير قوي ده. لا بس انا بقى هقول لك فيها فضل حاجه، ما شاء الله انت عملت طول السن، بس لازم نقول ان هو في الملعب بيعمل ازاي لحد دلوقتي. الله اكبر يعني. ما شاء الله لحد دلوقتي نجم في الملعب ومكسر الدنيا. يعني بشكركم طبعا والله بجد والله، وببقى سعيد انك انتوا بتكونوا متواجدين معايا، لاني نماذج بجد بجد نماذج محترمه. واحنا هدفنا هنا ان احنا نوصل رساله اعلاميه بشكل محترم من نجوم ليهم احترامهم عند الجميع. بشكركم طبعا لتواجدكم معايا، وبكره ان شاء الله باذن الله حلقتنا ان شاء الله باذن الله هيكون معانا نجم من نجوم نادي الزمالك، كابتن طارق السيد. وقبلها طبعا هنتكلم بقى على الدوري الممتاز وملخص عن الدوري الممتاز المصري. كنا معاكم ونشوفكم على ألف خير.